قسم بالله يا ابو علي اني جالس اشوف انواع العذاب قدامي، اعوذ بالله، الله لا يعذبنا. الم الم الضرس غير طبيعي، حط له مثل بعد ما بنجه برتين، حط مثل الزراديه كذا يبي شله ما قام، عند الجدر هنا قوي، قال ناشب المفلح والله ما طلع منه، اقسم بالله والله ما طلع، قام يتله كذا ما طلع. اي والله، فقام يكسر وما ادري ايش يحفر مثل جدار ما نفع. وبعدين فيه بنيه في العصب، شل البنيه هذه ثلاثة أربعة الالم، شل البنيه، باقي ربع الالم موجود لحد الان، تمام؟ فان شاء الله خير. يقول انتظر ثلاثة ايام اربع ايام الين يلتئم الجرع عندك، بعدين نخلع لك. والله يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير، والله يسلمكم جميع، وصل سلامكم، والله يعطيك الف عافيه يا ابو علي. ونفس الوقت انا بعد سمعت ان ضرسك وجهك بعد. انا ضرسي ما بعرف، مره بيوجعني مره ما بيوجعني، مره بيقول لي كل علي، مره بيقول لي لا لا تاكل علي. بالله عليك ما اخذ قرار لهلا. المشكله انا اكل على الجهه اليمنى اللي فيها الضرس، ايه؟ الحين انا جالس اتعود اكل على الجهه اليسرى. حياكم الله يا شباب، مرحبا. صراحه الضرس ما بيتعوض صراحه، يعني صراحه ما يعني لازم الانسان يعتني باسنانه. هذا عايش معي كم سنه يا دكتور؟ اخر شيء اخلعه يا شيف. يا دكتور انا عفوا الله يسلمك يا شيف، الله يتشرفنا فيك. الله يبارك. لا لا بس عشان الدكتور هذا، بس لازم تدلني على الدكتور ادهم. ها انا والله لا تلومني يا شيف. كل 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 اللي بعد الالم ده صرت اشوف الايام اللي راحت كلها دكتور، كل الناس صرت اشوفهم دكاتره. هو اللي بيوجع ضرسه بيحس انه كل الناس بتخلي عنه. لا تقول له خير. اي والله الحمد لله، بس ما والله الصراحه ما في الا انت حاس فينا يا شيف. الله يبارك فيك. حتى المعد قال دكتور. حياكم الله، اعطونا صور المتسابقين طالعين معنا الان على الشاشه. عبد الله الفريدي، ايوه، وفهد بن فارع، ومشاري عمر، وعثمان الجنيبي. حياكم الله يا ابطال يا اوفياء، مرحبا ومسهلا في ابطال برنامج البزنس ونجوم البزنس كذلك. ابو علي نبغاك تعرفنا على طبق اليوم. طبق اليوم بعد ما نسلم على الشباب. تفضل ابو علي. هلا والله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخوي عبد الله، يلا حيه. عاش من شافك. عاشت ايام. هلا حياك الله مشاري عمر. وعليكم السلام. حيا الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مطيب انت؟ انت عاد عندك براندات عطورات واجد. والله مطيب وطيب قوي بعد. تكفى. اي والله. خال عن ضرس. اي والله. طيب كمام فيه؟ كمام فيه كمام، تقدر تعطيني كمام؟ معك مجري. كمام بشوف لك. كمام هو عليه كمر. مجري قطران. اقسم بالله يا امس شميت ريح عطر بسيط اني صك عليه ضرسي، انا على طول بيصك عليه بعد شوي اذا شميته. فالله يحييكم. لا انت مرحبا بكم مسهلا. طيب في انتظار المتسابقين الباقين. الان بنشرح على الاكله. دجاج مقلقل من المطبخ الخليجي. مقلقل دجاج يعني. مقلقل دجاج. ايه مكونات دجاج. طماطم، بصل، زنجبيل، فلفل حار، ثوم، بهارات سرة راح نستخدم المشكل فيها، الكركم، القرفة، الكمون. طلع لنا البهارات اللي نستخدمها. الآن بطلع لك البهارات، أوكي. وراح نستخدم زيت زيتون مليون شجرة، وعندي هنا رز بسمتي راح نطبخه أبيض على طرف. تمام؟ الأكلة سهلة وجدا واضحة. كيف أطبخ الرز؟ راح نحمص. سلق؟ إيه سلق. ازود الماء وخليه يطبخ على راحتك. اذا زودت الماء بدك تشخله بالمشخل طيب ابو علي بيكون مكبوس الدجاج ولا محموس؟ لا هذه ما لها علاقه بالكبسه، الدجاج محموس مع البصله والثوم وال طيب يتقطع صغار الدجاج؟ اي والزنجبيل يقطع صغار. نعم يقطع صغار. اي مقلقل. جميل مقلقل. طيب ارز لو بسلقه لو زودت الماء افضل ولا اني اقيس الماء؟ شوف اذا بدك تطبخ الرز تنقعه الان وتطبخه بدون ما تطلعه من القدر بدون ما تشخله، معناته بدك انت تحط كميه الماء على وجه الرز. على حد الرز؟ على حد الرز. اي على حد الرز. تمام؟ لانه منقع. او عندك الخيار الثاني انك تنزله على مي عم تغلي، مي كثيفه كثيره، وتتركه يغلي حتى يسلق وبعدين تشخله. كم اخليه يغلي؟ بيبين معك انه استوى او لا. طيب يعني ما يقارب العشرين دقيقه غليان. ابو علي الله يسعدك. مقلقل بالعظام ولا بدون؟ مع العظم. مع العظم. ايه جميل. طيب كم تقريبا تستغرق الوقت؟ تاخذ نص ساعه مش اكثر. نص ساعه. ايه لانه عمليه حمص، الحمص على طول بيكون على نار عاليه وسريع. طيب الحمص خلص يعني حيحمص البصل. اجل دقيقه دقيقه يا ابو علي. فهد بن فارع لحظه. جاي جاي فهد. فهد بن فارع جالس انت والشباب ولا كان عندك فقره؟ لا. ولا كان حنا ذكرنا اسمك، مع العلم عندك سماعات هناك وتسمع وتدري اليوم عندك فقرة. لا تعليق.
راح يلبس كاب وجاي وجاي الحاله بعد. هاي والله ما يبي صراحه ما يبيش هذا يا جماعه خير. عموما ابغى تبدا مني مع فهد بن فارق. انا البهارات عثمان الجنيبي. عثمان وينه؟ معه بعد؟ ما حصلت كمام. لا ما خرجت ترى. خرجت غيرت ثوب. كيف؟ غيرت ثوب. لا ليه؟ طايح دم شناوي ودنا الاعداد. طيب ولي عليك امر. انت غيرت الثوب؟ انا متعطر. انت برضه مضروس؟ قل والله. والله انا متعطر. طيب تقدر تجيب لي كمام من الشباب ولي عليك امر؟ ما في. اجيب لك كمام وانت الحين متهمني اتهام باطل؟ اعوضك. ايوه اعتذر. ها؟ ليش 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 متاخر يا فهد؟ يا اخي ابو الليل طايح ولا انا قايم من الساعه 11 صاحي عشانك. طيب ليش ليش ما جيت؟ ليش ما جيت وانا ناديك؟ متى؟ اولا إيه؟ قومت الشباب وشيل الصلاه. بخرت المسجد. انت تتكي مسولف وتتعلل معهم وتاخذ وتعطي. انت حليت مشكله الحين بعد الظهر. انا رايح ندرس الحين الكاميرا جابتك. الحين؟ هي. حليت مشكله. حليت مشكله وشي؟ مشكله بالنسبه مو وقت حل المشاكل. انت عندك فقره رسميه ابو فادع يا شاعرنا الكريم. يا اخي صل على محمد. تفضل يا مصلح الاجتماعي يا صلاح بين الذات. تعال بينك وبين عبد الله الجميري شيء؟ صلح ذات البين بينك وبين عبد الله. خذ ذكاء الشيء. ليش؟ انا خلاص ما ادري متسابق. ليش عبد الله الجميري شيء؟ ما ادري بينكم شيء يقول؟ يا اخي انتم فيكم ريع عطور قوي والله العظيم. الحمد لله نعمه من الله سبحانه. طيب مشاري انت عطرت؟ مشاري كل حركه تحرك فقره مطبخ. قسم بالله اشم ريع عطر. يعني عثمان يعني الجنيبي وينه؟ ما ادري انا توهقت انا خايف دحين. لا لا والله ما بدعايه بس سن. عثمان وين؟ عثمان جاي عنده بس كان في دورته وجاي راح يتعطر وجاي. راح يتعطر وجاي. لا بتخلى مكانه انت تطبخ عنه. الله يقل ابليسكم. انتم كذا ظريفين انتم؟ لا اقول كذا ظريفين انتم؟ لا تستهينوا بالموضوع ترى بيورى بدرس يطلع له خراج عز شم ريحه. قسم بالله يطلع خراج. والله العظيم ما يصلح. كثير كثير مفلح مفلح. عندي واحد. طيب وين عثمان الجنيبي يا يعني بكره بتلاقيه خدم جودل كذا مفلح. عثمان جاي الوالد جاي. الوالد عنده مجمع اسنان هنا في الرياض. ترى لحظه 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 احنا في حرج بن قاسم يا الربع. صل على رسول الله. شيف ابدا واكتب واكتب طال عمرك. مشاري خويك وينه؟ جاي جاي. طيب ولا عليك امر. نبغى كمام 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 من الاعداد ولا عليك امر يا ابو عادل. ابو عادل ها لك راح يلبس كمام. ابو عماد ما فهم. عماد ابو عماد راح يلبس كمام هو. لا الكمام لي انا لي انا كذاب. والله ما اعرف. الله يعطيك الفضل. حياكم الله يا شباب. الله يبقيك. مرحبا بك. وش المشكله يا حبيبي؟ يا اخي وش اللي يقولون بيني وبين الجميري؟ اقول في مشكله بينك وبين الجميري بصرح. من يقوله؟ مشكله بينك وبين خذ كاش. انا بس اطرح لك اسمع. طيب ليش ليش على اي اساس قلت انا والجميري؟ هو صار مصر. تعرف ذاك اللي يقول الحين انا بقول لك في مشكله بينك وبين خالد. الان لك اقرب واحد. اسمع اسمع في مشكله بينك وبين الكرعاني. في مشكله بينك وبين الفريق. مش هاي على راسي. قال انا جلست اصلح بين العيال عشان كذا تاخرت. هي. يعني بينك وبين الجميري مشكله. عندك مشاكل مع احد انا راح اصلحها لاني صرت مصلح. يضرب مثال يعني. قل لي مثال. وين نظام وزير الجاريه؟ ها نظام مشاري وين الريموت؟ انت ايش تبغى؟ امل ايش تبغى؟ مشاري تعالوا هنا. مشاري مشاري ليش ما لابس نظاره؟ والله ما ادري مشاري. اهم شيء انه يركز. ما عليك ما بيصير ما تقبل الفقره الا بنظارات شمسيه. بالله عليك هذا قرار جديد. ليش ما لابس نظارات شمسيه؟ ابو علي اليوم قافلت معي يقول ما تقبل الفقره عشانكم كلكم لابسين نظارات شمسيه. انا معكم والله ولا يهمكم. اقدم معكم طال عمركم بنظارات شمسيه. حصلت يا ابو حماد؟ ما في احلى من نظاره. كمام؟ طيب تفضل. ونرحب بالمتسابقين اليوم فهد بن فارع وعبد الله الفريدي وعثمان الجنيبي ومشاري عمر جالسين هناك. بنرحب نطفي. ما عليك مع شيفنا الغالي. شكرا لك يا حبيبي والله شكرا كثير كثير. شغال مكيف؟ نعم. ما تعرف ابي ازود على البرود ابي الريموت وين؟ طيب يا جماعه خير اعطونا الريموت حق المكيف. خلاص خلينا نشرح بعدين. علي انا عندي مشكله مع الرز. لا لا مو موجود. طيب شو المشكله؟ هات نشوف. دور ورا علب الزيت. انا الرز عندي. الرز عندي. طيب الرز عندي. خلاص طيب لحظه والله ترى صل على رسول الله العظيم اني اسلقه. قول له ليله لحظه يا شباب شباب لحظه لحظه يا شباب 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 تفضل يا شباب. بس واحد قال لك عندي خلاص يا شباب شباب قسم بالله فوضى لو سمحتوا. انتم رجال عاقلين كبار فاهمين. دقيقه يا ربع عندنا فقره. شيفنا تفضل بالشرح. مين معي؟ تفضل.
الله يسلمك. يلا جهزوا الورقه والقلم. ما في ورقه. مقلقل الدجاج. اول خطوه راح نحمص البصل والثوم والطماطم مع الزنجبيل والفلفل الحار. بسيطه. اي نعم. ونص ملعقه بهارات من كل نوع. طبعا الدجاج راح تقطعه اوصال بالعظم، اوصال صغيره. يعني شوف اول بدايه نحمص، نحمص اللي في الصحن صح؟ اي البصل، الثوم، الزنجبيل. تاوى ولا قدر؟ تاوى افضل. تاوى إيه. وترفع النار على الاخير. عمليه الحمص ترى كلها ما بتاخذ معك 10 دقائق بتكون جاهزه. حبيبي ايه لك؟ مع الجلد؟ مع الجلد. نعم مع الجلد. قصقص صغار صغار. بدون ما تزود زيت. لانه الجلد راح يحل زيوت. صحيح. دهون الجليد. ايه. حبيبي. نعم. وبعدين نسلق الرز. نسلق الرز. بس. بس. بس خلاص. طيب عندكم تعليق يا شباب؟ عجبته مو عجبته في ربه؟ كل النصيب على شباب. فهمتوا؟ عثمان مشاهد حقتنا حقتكم معكم. ما لا عند فهد. لا عندنا عندنا. قلت لك البس نظارات ما سمعت كلامي. ها فهد اللي ما اخذ بدك تحمص البصل والثوم والزنجبيل مع الطماطم والفلفل الحار. عندي عندي. بعدين تقطع الدجاج اوصال وتحمسه. رشد ملح وبهارات. فريدي وفارق. تمام؟ وعلى طرف تسلق الرز. وذا يسوي رز بخارجي. اطبخ الرز لحاله ابيض. ايه على انه عندك حميس. بس يلا يا حبايبي. يلا شباب اسئله مشاري عمر وعثمان خلصوا ما في. خلاص يلا بسم الله. جاهز التايمر كم دقيقه يا ابو علي؟ نص ساعه. اعطونا التايمر 30 دقيقه. هل نحمس كميه زيت كم؟ اعطونا التايمر كميه زيت 30 دقيقه كم يعني؟ ولكن قبل التايمر معكتين ثلاثه. خلونا ناخذ سؤال اليوم في هاشتاق البزنس 73 73. اي نعم 73. اعطونا السؤال اليوم يا الربع. انا لابس الكمام بحيث العطور يا جماعه خير عشان ضرسي. ما هي السوره التي تعرف بسنام القران؟ ما هي السوره التي تعرف بسنام القران؟ الاجابه في هاشتاج البزنس 73 73. وش السوره؟ اطول سوره في القران. وش هي؟ البقره. خلاص جاوب الشباب. اكتبوا السورة اللي قالوها الشباب وسورة البقرة فقط وحط أسماء المتسابقين اللي تبغى تمنحهم الدرجات. وغالكم التوفيق. التايمر 30 دقيقة. نعم أنت عارف حطين دهنية. 30 دقيقة تفضل. سم تعبان بس أنا بكفي بكفي بالطبع. دقيقة ما سمعت. هذا كله فاي. تفضل تفضل. بس وأنا بكفي بالطوخة عني وعنه. تفضل. جاهزين يا شباب؟ بسم الله. جاهزين الشباب معنا اليوم؟ بيطلع. لابسين قلفزاتكم جميعا؟ لابسين القلفزات. تفضلوا. ثلاثة اثنين واحد. اعطونا التايمر جو. مشاري عمر يا جماعة الخير يعاني حساسية من الحر، فلذلك الجو بعدين الجو هنا عندنا شوي مكتوم في الهنجر، فهو طلع والله يقوي عثمان إن شاء الله. وما تدرون يمكن القلة الموضوع عند الجمهور إن شاء الله. ما تدرون. لذلك نسأل الله أن الله يشفي أخونا مشاري عمر. الله يشفي والله العظيم. إني بغيت أكلم بالله هذا هيك. لا لا مشاري عمر. مشاري عمر عظم عادي مع الحر. مع الحر ينمل ويجي حسيه وكذا. يجي حسيه ما ادري والله وش يجي لكن الله يشفيه. امين. تفضل يا شباب حياكم الله. بيجينا هو يا معدنا. لو ما يجي انا اكفيه مره دام المعا. طيب بسالكم سؤال شباب. لو فهد
ارحب البقاء. لو مشاري عمر مكان سيف هنا وش بيسوي؟ لو ناش؟ لو انا مكان سيف مطيري مشاري؟ ايه والله مديه طلع استبعاد والله والله سيف ما قصر. اشكر سيف فهد من تحت قبعة هذا البرلمان. اي والله متى طلع امس؟ ما قصر امس طلع امس طلعوه 24 والله يبيض وجه الاداره يا اخي. الاداره هذه عظيمه بيض الله وجيههم. بسم الله العظيم ما قصر بيض الله وجيههم. هل معك صولة جانا الحكم الفيصلي كيف خليتني عقب الجماعة وحيد وكيف نزال. سؤال يا فهد من فارع أبسأك سؤال. اسلام كم عمرك؟ عمري 20 سنة 21. لا لا صدق والله دوب خشيت 21. والله الله الله. كم ميلادك أنت؟ 1421. صدق والله؟ اي والله ما شاء الله تبارك الله يا رب لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. اجل متى خلصت الثانوي؟ قبل عام؟ قبل سنتين الظاهر. قبل سنتين؟ سنتين. فمن دارسها في جدة؟ دارسها في مكة طال عمرك. مكة ما شاء الله تبارك الله. ما قلت. متزوج؟ لا. موظف؟ يا ويلي من انا تزوج الله يرحم والديك. لا قوة الا بالله. تدري كم بيني بينك؟ كم؟ كم تتوقع؟ 7-8 سنين. الظريف الشريف يقول نص متر. الله يسعدك يا شريف. الله يسعدك. طيب كم تدري كم بيني بينك؟ يمكن يا 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 12 سنة يا 9 سنوات. لا لا كثير كثير كثير. كم؟ أقل أقل. فعبد الله كم عمره؟ عبد الله يعني ما أقدر أسرح بعمره لكن أنا بعلم. ليه؟ لا لا والله ما تقول. والله لا أقول. والله ما تعلم. لحظة لحظة لا حولك حولك. وين حولي الله يرحم والدين؟ عبد الله قدك قد مسفر. عبد الله درس مع مسفر. بالله اكبر اكبر اثنين في السعوديه. لا لا عبد الله 26 25. لا لا والله والله انت عديها. ها يا عبد الله معلم عمري الشيء الوحيد اللي ما اقدر اجاوب عليه. بالله انا ذكرت نفسي علمت. ايه واحد جاني يقول عمرك 35. انا اخذت على عمري 10000 ريال 10. تحدي تحدي. جاني واحد قال لي كم اللي طلعت بطاقه الاحوال. ايه جاني واحد قال والله العظيم من عمرك 35 سنه. قلت انا ما بحلف. كم تدفع وانا اعطيك؟ قلت والله العظيم اني ما تعديت 20. قال والله قال والله ما صدقت. هذا خلنا الرز كذا. هذا الرز ما هو مستوي. الا مستوي رز ماء. اي بس ما يستوي كذا. الا يستوي كذا. زين كيف يستوي؟ لا لا خله 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 يستوي. الله يجزاك. هذا شغلتي شغلتي. كيف خلاص خله اذا قبست تعلموني بس عشان نفرع. والله لا بس صالح صالح اسلم مصلح اجتماعي. فقلت له انا ابعطيك من عندي 10 اذا انا طلعت يعني اكثر من 25 سنه. قالوا لك مني 10000. يا ربي لك الحمد. خذيت العشرة. خذيت العشرة. خذيت عطيت اخوك؟ ها؟ اي والله اخذت. ما رديتها له؟ لا والله. ما رحمته؟ انا ضغطي. انا والله ماني بحاجة. بيض الله والله صح عليك. صح عليك. هذه قلت حصلت معي ترى. نفس التحدي يحسب اني برحمه. قال لك جوال ايفون جديد قام يهايط علي في المجلس. في المشكلة انا متأكد من اقول ميته انا شايف حاضر نتحدى على حاجة. ليه؟ والله يا فهد اني اقول ما يده يا بحلال انا حاضرها. يقول لا انا حاضرها. قلت والله اني حاضرها. هذول يا عين هذه جبنا. قلت من يقنعك؟ قال فلان وفلان فلان وفلان جالسين في المجلس. قلت بيض الله وجهك اسلم يا فلان وفلان. قال نعم والحق مع مفلح والجوال تجيبه. قال كم سعر الجوال؟ 5000. والله ما ادري 3000 او 3500. لا لا لانه قال ابو كاميرتين. انا اشوف ان اللي يسامح الناس هذه. قلت عطني قيمه الجوال. يحسب اني برحمه. السؤال فيها زين. يحسب اني برحمه. ما رحمته. خذيته حطيته هنا دقيت لي جوال. هذا هو. لكن انا العينه هذه يا الوحيده المفروض ما تسمح. نعم احنا العوض ما يصلح. واحد انصدمك ولا واحد فهمت هذا اقول جبت لي في الجرح يا اخي. بس طيب فهد فهد ايش رايك الحين كيف ينسلق الرز او ينطبخ؟ انت لك وجهه نظر. لي وجهه نظر وانت لك وجهه نظر. ابى املح بس. تمله وما ابي اكسر المهله. اشوفك اختلفت انت عبد الله قبل شوي. من عبد الله الفريدي؟ اي انت لك. هذه لذه الاخوه. لذه الاخوه انه يطلع دم حتى. يطلع دم. اي والله انا بيد الاخوه دم. والله العظيم. طيب اما تبي تقعد محترم الى متى؟ هذا شيء ما يصلح. والله الاحترام بالاخوه هذا عندك فيه. لا تعتمدون مقولته. اي ما لا على الاطفال. الاطفال لا لا تعتمدون مقولته. ما نشغل. لا تعتمدون مقولته مره. شوف الاحترام الزايد بينك وبين رفيقك اشوف انه شيء ما يصلح. ليش؟ يعني تحس انك حتى ما تقدر تقول كل شيء. انت ود رفيقك ودك تقول له كل شيء. ودك ودك اللي اجيته بكيسه على قولتهم العلوم كل ابوه الفضفضه تنفضها عنده وتمشي بس. اي اخليه يقرا منها يقرا لين تدري. طيب فهد وش قال؟
فهد ولا من؟ فهد بن فارع. والله ابن الحلال قصيد يعني للأمانة. بيتين كذا أحب قصيدك أبوي. تدري مثل حل مشعل يحب قصيد فهد بن فارع؟ تدري إن فهد فارع يحب مثل حل مشعل؟ لا تسوي تمون ها؟ يلا الله يسعد قلبك. شاطية أبوي. ها؟ شاطية. عطى رز عطى قصيدة وش؟ بيتين. طيب يقول والله من بعض الرياجيل ما فيه معروف لو مليت من المعاريف قدره وصحنه كانك تتعلم بالالوان واحد ما يشوف ولا يعرف اللون الابيض ولا يدري عنه. الله يا جماعه الخير لا قوه الا بالله. سجلوا هالمقوله الفهد بن فارع. فهد بن فارع ما شاء الله تبارك الرحمن على صغر سنه هذا لا قوة إلا بالله أسطوري قادم. الله يرحم والديك. أي والله. والله من أجزل من أجزل ما سمعت. أي والله. شاعر جزل ورجال وعلمه طيبة. الله يرحم والديك. قل لي شوي وطير من الهنقر. والله ابن حلال بطير أنا ما هو. لا والله أنا صدق. ترى صدق شهادة حقه. والله العظيم الشهادة. والعلم الطيب اللي يجي منك. ما عليك زود يا أبو فارع جاي ربي يطول عمرك. طيب تفضل. الحين هذا ورا ماتش ابو علي. كيف تشوف ابو علي شغلان كيف تسير الامور على ما يرام؟ الحمد لله الحمد لله. يقول ناس تسولف ناس الامور على ما يرام. و اي ايش فيك ايش فيك ايش فيك وين صلاتك ايش الرجال؟ لحظه لا 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 هذا تعدي يا جماعة الخير. اخصموا على فهد بن فارع 10 نقاط. والله في الحالة الرجال بدل ما تعيش 10 نقاط. فهد بن فارع ما يمدينا نمدح الا هو خرب الشغلة. ليش يا اخي شفت العماني سبقنا؟ ليش؟ انقهرت ها؟ والله انقهرت. قلت يا ما دام ما شاء الله سريع والحالة انا اقول لابو علي شغل القز عندنا ما شغله. وش رايك في شغل عثمان الحالة؟ والله ما شاء الله ما شاء الله سبعون عثمان اذكر الله يا جماعة الخير. شوف عثمان يا جماعة الخير بالله قرب عندي هنا عثمان ما شاء الله تبارك الرحمن احترام وتقدير ويطبخ وشغل مرتب وجالس يعني اموره في السليم على الرايق عز الله بيض الله وجهك وجهك ابيض. اي والله يا ابو عماد الله يعطيك الف عافيه. توقع يا ابو عماد الفوز لك اليوم؟ الفوز صعب قدام عمالقه نفس الشباب. لا تقول صعب تحدي. قول الفوز لك ولا لهم؟ الفوز ليني شاكل. ليش اني قلت بنافس السنه الروحي؟ ها؟ ترى يقول اقول لك يقول ياسر التويجري ايه؟ الله يذكره بخير ايه؟ دام المعارك صغيره ما علينا لزام ينوب عن سيفه البتار اصغر جفير. الله 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 الله. وش يقول عثمان؟ عثمان يقول خليك سما يا معتل يروس الافات. شباب الصوت تكفى. الصوت هنا. عثمان يقول يا طويل العمر يقول لك خليك سما يا معتل يروس الافات. القاع لاهل القاع ما هو نصيبك. نصيبك. كل ما ضوت شمسك مع وقت الاشراق دنياك عوقك واعتبرها طبيبك. اسعى عليها واحسن بطيب الاخلاق واتعب على المعروف لو هو يجيبك. ما قد جنينا من مداعبه الاذواق هذا يروح بك وهذا يجيبك. سوالف. صح الله لسانك. صح الله بدنك. طيب ما تحس ان الزيت قليل شوي يا ابو الزيت؟ شيف قال لنا قليل قال لا تكثرون. طيب سم نمشي. احب اذكرك واذكر المتسابقين اللي معنا انه راح 10 دقائق من تايمر اليوم. وكم باقي؟ عندك كلمه. وكم باقي؟ يعيشون الفوارع. يعيشون منهم الفوارع. يعيشون الفوارع بصوت يعني الفوارع. هذا ولا جمهوره؟ الفوارع جمهوري. تتحيز الان يا ابو علي؟ لا انا مع الجمهور كله. مع الجمهور كله. ابو علي انا من مكه والنعمه والصلاه 100,000 صلاه وبدعيله ودخل حد الحرم. يا سلام. بدعي لك وبدعي لابوك ولامك. يا سلام. وسوريا خلاص يعيشون الفوارع. يعيشون. طيب حياك الله. اذا الشغله فيها دعاء و100,000 حسنه يعيشون. اي والله. طيب انفاز من اجل الدين. لك عمره عندي مجاني ولا تعتبر رشوه ولا تفوزني. بالله عليك. والله باذن الله. يعيشون الفوارع. يعيشون. البقى كيف حالك؟ والله ابشرك. طيب شلونك؟ الله يسلمك. اول شيء تشكر على المزاد اللي سويته. حبيب عين. الله يسلمك. بيض الله وجهك يا عبد الله. الحمد لله. ودنا نعرف ايش صار عليه. المزاد يا ربك الحمد بيعت بالمبلغ اللي صرحنا فيه وتبرعنا فيها ان شاء الله للجمعيه. كم المبلغ؟ وسي 40,000. 40,000 ريال. الله الله. 40,000 تبرعت للجمعيه. الحمد لله. انت ما قلت تملى. خلاص خلاص. الله يعطيك الفضخ. خلاص. يا ولد صاحي انت ولا؟ من الفرقعت. لا الله يستر. يا القطوعه يا اخي خلاص. اي بالله بقطعك وخلاص. يا القريب.
طيب عبد الله سام عدوك السم بعد ما تبرعت بالهذا وش سويت الحين كم متجر معك الحين؟ واحد بس اللي هو متجر لوكارت حق ايش؟ حق لوحات واكواب ورسم وتيشيرتات يعني تقدر تحط على الكوب صورة يعني مفلح؟ نعم وبشر بها والله والله انت بشر بها والله يا انت بشر بها انا اسال هلا ولد ابوي ولد يلا راجعك من النومه والله كفو انت جايبك هنا انا ابا اخذ معي فبيض الله وجهك يا عبد الله وجهك ابيض انا والله يا عبد الله اللي يزودك يزودنا الله يطول بعمرك اي والله ابشر بها طيب. والله يا ابو سعد في طلب انت السعد في طلب يا حبيبي متكرر لك يا عبد الله السلام بس قبل الطلب شفتك اختلفت مع فهد بطريقه الطبخ ليش؟ شوف بقولك شيء أبو شيء ما تعرفونه عنا أنا وفهد بارع نعيش بالاختلاف والهوشات والمشاكل وصدق إذا صار ما فيه مشاكل هوشات شوف كيف إذا ما فيه هوشة ما فيه مشاكل ما فيه كلام يعني كذا خارج عن النصوص القانونية احنا ما نستمر والصدقة مستمرة والله العظيم انها من اقوى وامتن الصدقات ما شاء الله بتطول ظنكم والله اني مطوله دامها كذا بتطول في صدقات بتنفع طيب لحظه عبد الله في طلب متكرر دائما السلام اللي هو الطلب طلب العبد الله الفريدي اللي هي سماره يا سماره الله سماره طلب متكرر سمارة ما قد غنيت شفيك فهد قلت الله الله سمارة يا سمارة ايه يلا استلم يا عبد والله ما اعرفها سمارة يا سمارة مش مطلوبة جدا منك قولوا يلا صالة التميز والله ما حفظت طلع لي كلمات بما انك منشد طلع لك كلمات ما فيها سمارة يا سمارة بما انك منشد نبغى نغير حق صالة التميز الشيلة اي صالة التميز كل شيء في صالة التميز متميز الا شيلتهم الحين انا وازنهم ذولي ايش تبي تزود؟ وازنهم حاط والله لصقك في ملاس الحين انا ولد سمارة انا اسف عشان فيها اطفال ما اقدر اصقعك ولا وانا بعد عشان في كبار سن ما اقدر اصقعك ممكن يعني يزرون عليك يا سمارة سمارة يا سمارة لا 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 الله يا الله ما يكفي طيب وين سمارة يا سمارة؟ نبى اليمس في الدروازة يا عدمان أبو 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 سعد سمي أبوي نبى اليمس سمارة يا سمارة أيوه هذه سمارة يا سمارة سمارة يا سمارة ما تخاف الله هاي الله ما أدري إيش تخاف الله يا الله في عيونك يا سمارة عيونك يا سمارة والله انتم جايبين لنا طلب ما ادري كيف يا ضار بجدار ما نعرف الطلب ذا والله ما نعرفه والله العظيم معوضين خير والجمهور على العين والراس بس مو حاضر الراس والقلب غاص بيجيبها لكن والله ما نعرف شكل الله عاد لكن ان شاء الله اخذت الجوال ان شاء الله بسمعها واغنيها طيب عندنا طلب اللي هو مع فرقه رزق خرخ انت علامه بس حطيت لا هنا لا تحط ماء حطيت بهارات اي حطيت كل شيء هذه شغلتي انا لا تحط ماء هنا والله لحظ والله ما تحط شوف عثمان مالك دخل بعثمان هنا لا تحط ماء ابعلمك انا لا تحط تعال من سوى والله ما تحط من سوى والله ما تحط من سوى ما تحط ابعلمك انا بعلمك ولد والله بحط لا 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 ابعلمك انا بعلمك فهد وخنا والله ابعلمك ابعلمك لا انا قال لك بس ما هي بمطوله مين بمطوله مين بمطوله شوف عبد الله الله اللي راد والعقده قضاها اللي عقدها الله اللي راد والعقده قضاها اللي عقدها لا على الدنيا سلام وللباقي العمر زينه الفضا ما كنه الا خيمه طاحت عمدها والفرح ما كنه الا شيخ انقصت يدينا والعمر قطعت زجاج انكسرت ولا طال مدها والعرب في العيد بدموع اليتامى مستهينة والشوارع لفها ثوب الظلام اللي هجدها والبيوت اطلال من عقب المحبة والسكينة يا سلام يا سلام يا سلام صح صوتك يا عبد الله مبدع دائما قلت ثلاث دقائق حياك الله يا ابو عمر مرحبا بك ابو عمر تضايق من الحر انت انا
انا عندي حساسيه من الكتمه والحر الزايد. هذا شيء اختياري تجيني حساسيه حسب الطباخ. طيب يعني انت تبغى مكيف كان؟ انا من اليوم قاعد اقول لكم شغله مكيف شغله مكيف. هو شغال طيب كان بس انه على درجه بروده مره نازله 24 بالله. يعني انا ابغى 18 ابغى 16 بس عموما انا قدامك العافية يا حبيبي. يا حبيبي بس اني والله ما حبيت اني قلت اجي اعاونه شوي وعلى الاقل لو اطلع يعني اعاونه شوي. وجهك يا ابو عمر وافي وافي دائما الله يسعد. بس ترى بدون ما البس الكتمه هذه لا 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 تزيد كتمه كتمه. مسموح يا ابو علي يقول ما اقدر البس عشان الحظ. خلاص اجلس هنا اجلس هنا بعيد عن الريح. بعاونه بعاونه شوي بس تعاونه بشو بشو تعاونه اي شيء عاونه. خلاص خلاص انا خلص ما عليك الامور طيبه زين تلبسها حق الساعه تقدر انظف على الاقل. طيب طيب لحظه لحظه صل على رسول الله صل على رسول الله لحظه لحظه خلي بشيك وبسال ابو او بنظف على الاقل يعني ها لبيك. هذا الله ينبيك من متى والحاله هذه فيه؟ لا هو يعني هو لا لا عفوا يعني هو عادي هو عادي لا لا بس لا لا قصدي من متى لا لا انا بشكل عام انت تسالني تقول متى الحساسيه فيك بقول من يوم صغير لا انا من وانا صغير بشكل عام ما احب الكتمه يعني انا اجي مكان حار عادي يعني مكان حار ادخل فيه جدا عادي لكن لما يكون حار ومكتوم الكتمه هذه هي اللي تسبب الحساسيه لكن مكان يكون حار لا والله عادي هذا نمشي في الشمس وكذا الامور طيبه الامور طيبه اي بس لا لما يكون مكتوم هنا أيه. مكتوم يا رجل وطبخ أيه هنا الهنجر مكتوم وبعدين بعدين عندك اللمبات هذه اليازر هذه قويه جدا لكن الامور طيبه بعاونه طيب. لو على الاقل انظف ولا اي شيء ابو عمر نبغى نسمع منك قصيده او انشوده اذا تسمح طال عمرك وانا ابغى انشوده والله انشوده او قصيده اي انت بنشوده اي ما شاء الله بارك الله هذه طبخه عثمان ومشاري يا سلام سم عشان الوقت بس هذا الرز اوه سلام عليك بس خل دامك بعد راحت ثلث ساعه وباقي 10 دقائق يا جماعة الخير راحت 20 دقيقة وباقي 10 دقائق لا عادي عادي لا لا لا, لا حلو 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 بيطلع بيطلع حلو اسلم يا ابو عمر دقيقة يا شباب ترى يا شباب معليش تقاطع الاصوات يزعج الجمهور ويزعجنا احنا تفضل يا ابو عمر تفضل هنا يا ابو هو مو بموال يعني مش هو ما جاب طريقة موال لكن زي ما تقول في انشودة قديمة حلوة بس يلا دندن فيها شوي أبو علي أبو علي أبو علي أسلم أتاضي وتضيق دنيانا فنحسب أننا سنموت يأسا أو نموت نحيبا وإذا بلطف الله يطل فجأة يربي من اليبس الفتاة قلوبا قل للذي ملأت تشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الأفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي ملأ الحياة وقسم الأرزاق خلق الحياة وقسم الأرزاق عبد الله بزيك أنا بشوف أنا شفت دخولية خوالك عليك قبل يومين خالي نايف والثاني خالي عبد الله كلهم خوالك ما شاء الله تبارك الله خوالك اخوان امك ما شاء الله 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 ما شاء الله تبارك الله من اهل الشرقيه ولا الغربيه لا والله من الشرقيه جاي من الشرقيه الله الله طيب كيف شعورك ذاك اليوم يوم تدخلوا مع الباب والله شوف انا انت كنت جالس هنا صح اي انا كنت جالس هناك ولا كنت ادري تمام اكيد ما اي لا بس اقول لك الصدمه اي ابى اروح اجيب حجاير الشباب تسافر طق الجرس عندنا وناظر انا عندي حبه وحركه عبد الله حلوه حتى اليوم الصباح سولف انا وياه فيها شوف انا من الناس اللي انا بس بقول شيء يمكن يوم طلعت شفت الشيء ذا انه كانوا الناس يقولون يعني تاخروا على ما يجون ولا
كانت جيتهم بعد فترة طويلة فكان لها طعم مرة حلو. مشاري من الناس اللي يمكن أنا من نوع اللي متعودة ترى على السفر الطويل والأشياء هذه. جميل. لكن جيتهم عندي والله أنها فرقت عندي شيء كثير. أعطتك دافع معنوي. جداً. يعني تخيل يعني خالي نايف خالي عبد الله بالذات قريبين مني كأخويا. يعني أنا وياهم أخويا حتى اللي يشوف سناباتي يشوفني وأنا أتهاوش أنا وياهم وطقهم يطقوني و قلبه عرفت فهمت الفكرة كيف؟ ميانة ميانة مرة يعني مرة ففرقت والله عندي شيء كثير. كان بيجي معهم أخوي مشعل أخوي صار مني بأربع سنين لكنه موظف وعنده دورة ولا يقدر إنه يجي ولا كان والله بيجي وطوله معك هنا؟ والله جلسوا معي استناست محمد لكن انا طلعت والله رحت للوالده. الوالده كان جاي معهم؟ الوالده كان جاي معهم ما شاء الله تبارك الله. وبعدها عاد انا طلعت الوالده وجلست معهم ما عاد ادري ايش اللي صار. الله يحفظكم البعض وانت والله خير تمثيل تمثل قبيلتك وجمهورك وبيض الله وجهك يا ابو عمر. وعاد من المكان هذا يعني لحظه انا اقول خير ما تمثل تقول امين ايش دخل امين؟ الله يوفقك ان قلت الله يوفقك. لا قل ما عليك زود الله يجزاك خير. ما عليك زود حياك الله وانت كذلك. اي بس كذا حلو. اما بس من المكان هذا انا الوالده جت معي وامس امس الظهر حست بتعب شوي فوديتها المستشفى سوت مسحه وقبل لا ادخل القناه انا كنت مجهز دخوليه وكنت قبل لا ادخل القناه وهذا اللي تاخرت اللي خلاني ادخل على الشباب متاخر قبل لا ادخل جتني رساله من الوالده انها طلعت نتيجتها وانها مصابه كورونا الوالده عسى ما فيها امراض مزمنه قول لهم يدعون لها من المكان هذا فيها امراض مزمنه هي يعني فيها اشياء بسيطه سكر ضغط شيء الله يشفي والدتهم مشاري عمر يا آمين رب في هذا اليوم آمين وان الله يشفيها شفاء لا يغادر السقم آمين ودعواتكم ان شاء الله الامور طيبه آمين ان شاء الله انا حمى عاديه اخذت الجرعه هي اي اخذت الحمد لله ترى الجرعات اللي تاخذها اللقاح الجرعه الاولى والثانيه والثالثه ان الدوله الله يطول عمار ولاه امورنا يحرصون علينا باخذ الجرعات بحيث يعني تحميك بعد الله من الامراض ومن البكتيريا ومن الكورونا فانت اخذ احترازاتك وادخل لك في مكان عام البس الكمام واذا لمست لك شيء حاول انك تعقم يدينك خذ معك معقم ترى ارخص ما بهالمعقم وارخص ما بهالكرتون الكمام خلها معك في السياره كذلك انت يا اختي بعد اخذ حذرك ترى الموضوع بسيط مره طيب طلب من الفريدي عبد الله الفريدي او طلب سم شو يقول انا اللي نظره عيونه تموت يا عبد الله لا 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 تيرارار ابي اسمع تيرارار تيرارار استعجل يا شباب تفضل يا عبد الله وانا اللي نظرة عيونه تموت ومقوة فرحة ولو دمعي نوى ينزل بنيت بوجهه أسواري ما بين العزة والحاجة وضيقة صدري وشرحة أموت ألفين مرة ما لقيت الهمي مداري وأنا اللي نظرة عيونه تموت وما قوت فرحة ولو دمعي نوى ينزل بنيت بوجهه أسواري ما بين العزة والحاجة وضيقة صدري وشرحة أموت ألفين مرة ما لقيت الهمي مداري صح هذه عندك صوتك يا عبد الله عندك صح صوتك طيب كم باقي من التايمر يا جماعة الخير؟ ثلاث دقائق ونص طيب نذكر بسؤال جمهورنا اللي هو ما هي السورة التي تسمى بسنام القرآن ما هي السورة التي تسمى بسلام القرآن الإجابة واضحة أطول سورة في القرآن الكريم
اكتبوا بس صورة البقرة. مقدم وجالس يعطيكم الأجوبة ويعطيكم الكبونات، نبيكم تفوزون بس، روحوا بس ابلعوا. أعطونا الإجابات في هاشتاق البزنس 73 وأسماء المتسابقين اللي تبغون تمنحونهم الدرجات. ثلاث دقائق وأشوف الطبق جاهز قدامي. الله يعطيكم ألف عافية يا شباب. طيب، النظافة، النظافة يا جماعة الخير، النظافة، شكل الطبق، النظافة وشكل الطبق والطعم، والناس اللي زودت الملح. طبق الفريدي طالع أمام مشاهدينا على الهواء، وطبق فارع فهد بن فارع الفوارع. الشكل والله يشهي صراحة، لكن الطعم الله أعلم. نشوف الآن طبخة. الله عليك يا عثمان. أبو علي كيف الشغل؟ عادي احترافي. مبسوط؟ شغل احترافي يا جماعة خير. أبو علي يقول شغل احترافي، أشوفها مبسوط بصراحة. أبو علي حاط رجل على رجل ومبسوط. كلكم والله شغل احترافي. والله يا طريقة التقديم لأنها طرق، أنت كنت تبيها بصحنين حطيناها بصحن بطريقة نموذجية، بكل نموذجية وتوفر عليك قصص. نشوف النموذجية جميع الأشياء التي تؤدي إلى تسبب مشاكل. يعني هذا ذنب سبب مشاكل بين الزوجين. وأشوف الطبق جاهز. يا سلام يا سلام، بالملعقة 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 بالملعقة. ايش هالابداع يا عثمان؟ قل لي ايش. انا 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 مصدوم. انا ماني بقادر اتحمل يا عثمان. بذوق ان شاء الله. والله سوف نسكت قليلا، سوف نسكت قليلا. بس يا عثمان قبل شيء انا صقعت فيك بيدي. لا بالغلط. بس ليش؟ ترى كنت انا مستعجل شوي. ليش؟ كانت الغلطه علي انا مستعجل. احبك بالله يا عثمان. سلم لي والله. طيب سلطان عبد الحميد اجانا من اليوم هو معك صولا جانا الحكم الهيصل. خلاص تو كيف نزحتني على ربعي وعلى هالي القطوع. القطوع المواصل القريب البعيد. من امسح الغاز سفر الدغيلبي. يا القطوع المواصل القريب البعيد، من هو اللي مصرح لك تسلط علي؟ كيف خليتني عقب الجماعة وحيد؟ وكيف نزحتني عن ربعي وعن هلي؟ هل معك قوة السلطان عبد الحميد ومعك صولجان الحاكم الفيصل راحت نقصيتك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نص دقيقة وشوف النظافة يا شباب. النظافة من الإيمان. النظافة يا شباب. النظافة يا شباب. النظافة. نص دقيقة. 20 ثانية 20 ثانية 15 14 10 3 5 4 3 2 1. وقف، ارفع يدينك فوق بالله. صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا معذور الخيل. بالله صبوها القهوة وزيدوها هيك واسقوها للنشا معذور الخيل. لا 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 كده تورت. لا 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 نعتذر ولا سوف نسكت قليلا. نعتذر عن الخلل اللي صار. أخوي عثمان يعني شاكر له اجتهاده. الله يسعدك. خذ خويك وتعال هناك. والله طيب تفضل يا جماعه الخير. نزلت لك الكلافزات. طيب تفضل على المجلس عشان نسولف معكم بعد الفاصل. طيب اعطونا اطباق الشباب. اعطونا اطباق الشباب. تفضل مشاري عمر وعثمان الجنيبي. عثمان الجنيبي انا ابغاك في سواليف بعد شوي. ابشر ابشر فارك. طيب تسلم يا حبيبي. يلا الآن دقيقة خلنا نشوف شكل الطبق. حطونا على طبق. يا سلام، هذا طبق عثمان الجنيبي. هذا طبق ومشاري عمر. يا سلام، هذا كان شكل طبق عثمان الجنيبي ومشاري عمر. تفضل بسم الله يا دكتور. شي فخم. ها؟ شي فخم بصراحة. يا سلام يا سلام، الشيف يقول شي فخم. الشكل الشكل نشوف يقول شي فخم. باقي الطعم. ذوقها فيه العافية. الله عافيه. يا سلام، أنتم ما زودت الملح يا مشاري عثمان؟ قياس قياس
ترك وعدتني بطبخه ولا سويتها. ما حصلت والله. ها طيب الان شكل طبق فهد وعبد الله. وين المهاره؟ يسلم عليك. الله يسلمه. قول الفوارح احترمونا كثار. كيف كيف شغل ابوي؟ ممتاز. طيب من الاحسن يا من الاحسن؟ تعال شوف انت بيني بينك علمني والكلام بيني بينك بدون لا يدرنهم. سولفوا سولفوا يا عيال. ايش تشوف الاحسن؟ الاحسن خالد وحسين. خالد وحسين. طيب هل في فرق؟ في فرق. في فرق شاسع؟ من حيث الشكل ولا الطعم؟ بس حس الطعم. بحس الطعم ودرجة السواء. درجة الاستواء والطعم والله. والله يا جماعة الخير، من هو خالد ومن حسين؟ خالد وحسين. خالد وحسين. أعطنا أعطيتني الله يعين خالد والله يعين حسين. خلاص. نقول يا جماعة الخير هي واضحة، واضحة النتيجة. صراحة تعجبني يا شيف في تشويقك المميز. إيه نعم. الله يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شكرا لكم. طيب. والله بغيت أعلن النتيجة. أصلا ما أدري فيها. طيب فاصل يا جماعة الخير ونرجع معكم نواصل لا تبعدون وراح ندردش مع الشباب ونعلن النتيجة ونسحب مع الكوبونين واليوم فيه لعب وبنستانس وفاصل ونرجع نواصل حياكم الله. الطبخ يا ولد لا تشيل هم بيستوي بيستوي. مين منا ما يحب المشويات؟ سواء كنت تتبع حمية غذائية أو ما تتبع، فالمشويات هي من الأكلات اللذيذة والصحية جدا. لكن كالعادة حنا نقلق من اشتعال الفرن وبغض النظر عن النار وخطورتها، لكن رائحة الدخان خطيرة جدا لأنها لا سمح الله تسبب اختناق. لذلك ننصحك دائما بفتح وتهوية المنزل كله عند الفرن أو الشوي في أماكن مفتوحة أو الأماكن المخصصة للشوي، أو ننصحك باستخدام الشواية الصحية والآمنة اللي هتطبخ من خلالها أشهى المشويات الصحية واللي كمان تحتوي على مروحة الدخان اللي بدورها تسحب الدخان أسفل الفتحات. طبعا أبو فهد لما سمع هذا الاقتراح راح وجابها هدية لزوجته أم فهد، ويا محلاها من هدية. كوني وعائلتك بأمان. عايشين على قلب واحد والبساطة اللي بيننا والضحك والجمعة. الشباب شيء يعجبني فيهم نعيش الجو، نعيش الجو مع كل شيء نعيشه. ضحكنا ضحكنا سوا، حزننا حزننا حزن سوا، يعني هذا اللي عجبني فيهم للأمانة. إلا في واحد بعزبته ما عجبني للأمانة، ودي إنها تنشال من هذا. بس روحوا من المريحة، تعاملهم ومقالبهم. أحيانا أكون جالس أنا وبعض يعني واحد أو اثنين في موضوع يعني نبي جلسة هادية، فبعض الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن ذكي، يدري إن الهواء جاء عندنا فيجي، هذا تقريبا يشتت ذهني. ليرفع ضغطي هنا أكثر شيء إنه بمكان واحد وأنا إنسان أحب التجدد. تداخل الأصوات، السالفة اللي كنا خطرين طول. بس ولا الشباب بشكل عام حليلي. شو اللي يرفع ضغطي؟ بالعكس أنا اللي يرفع ضغط الناس، ما في شيء يرفع ضغطي. يعني شيء
تجربة قوية صراحة بالنسبة لي، عرفت فيها أشياء جديدة، معلومات، أصدقاء، يعني بالمجمل بالحرف الواحد تجربة فريدة من نوعها في حياة عثمان. راح 50 يوم وش يعنيني البزنس حياتي الثانية. البزنس بعد 50 يوم أعطاني قوة إعلامية اختصرت علي 80% مسيرة سنوات. يعنيني البزنس إنه هو اللي عرفني على الجمهور واللي حبب الجمهور فيني واللي بيخليني مدال للجمهور عمري كله. والله اللي عجبني في صديقي صراحة هي ثلاث أمور قلت لي، أنت حددت ثلاث أمور، أنا أقول المحبة والصداقة وعدم النفاق. إنه إذا أكل يعطيني، وإنه إذا سوى طبخة يعلمني، وإنه إذا جاء الأكل يعزمني معه. يعجبني في صديقي إنه يكون صادق معي ووفي، وإني يعني يكون يعني أفضفض له باللي في خاطري بدون تردد. رفقتهم الطيبة وطيبين وفيهم نبة الطيبة أشوفها فيهم أنا، وعلى قلب واحد إن شاء الله. ثلاث أمور تعجبني في صديقي، إنه يفهمني مباشرة ما يحتاج أقول له أوضح له، بيني وبينه شفافية كبيرة، بيني وبينه تضحيات إلى يعني مدى بعيد. لنت هالبذل تمينا كلنا في كوارث وفي ضحك وفي علوم كلها زينة إن شاء الله. أكثر شيء يبسطني هنا داخل المنتجع المحافظة على الصلاة. سوالفنا بعد البث، ضحكنا، مزحنا، مقالبنا، أعيادنا، حاجات واجد تبسط والله العظيم. أكثر شيء يبسطني هنا إني أشوف إخواني مبسوطين الشباب، يعني تقريباً، لأنه تفاصيل القرية مبنى عادي وفيه لوكيشنات، بس أنت مرتبط مع ناس فوجودك إنهم مبسوطين يبسطك، لأنه لو تضايق أحد أو كان أحد خارج المود تحس إنك عليك مسؤولية إنك أنت تبسط نفسك. حياتي صارت منظمة وصرت أستغل كل وقتي. قلم على طاولة يطرب، أقلب في صفحات الماضي وأنبش في الأعماق حتى أجد ما أقنع به. لكل كتاب مدخل، فلا بد لي أن أجد الأبواب أولا. أقوم بالتخطيط وتهيئة الأجواء، ولكن على عتبة كل خطوة أخطوها هناك استفهام، وملاعبهم مليئة بالثغرات، ولتلك الثغرات وجوه فاضحة تأخذني إليهم لأسأل ما الأمر. بعد خلافات بين فهد وإخوانه على أي مطعم يروحون، اتفقوا كلهم على البرجر، ولكن وقفت قدامهم فهد لأنها غير صحي. إيه والله يا فهد، المأكولات السريعة هي من أكثر العادات المضرة واللي انتشرت كثير في وقتنا الحالي. تدرون أن المأكولات السريعة تزيد الوزن بشكل كبير وترفع نسبة الدهون في الجسم والسكر وضغط الدم وأمراض كثيرة، عافانا الله وإياكم. لا لا تبكون يا أولاد، البديل الأمثل أننا نسويه بالبيت، ويا محلى أكل البيت اللذيذ. والحين صارت الطرق سهلة ومتنوعة، نقترح عليك يا أم فهد فرامة اللحم، واللي من خلالها تقدرين تفرمين اللحم الطازج اللي أنت اخترتيه بنفسك وتضيفي لمستك علشان تسوين لأطفالك أحلى برجر. كوني وعائلتك بأمان. شتاك رايق، زود روقانه وتمتع بالطعم الحقيقي للشاي السيلاني الفاخر والكرك الآسيوي والكابتشينو بطعم القهوة الإيطالية. المذاق الرائع والنكهة المميزة كلها في ثلاث تسعات.
متوفر في جميع المتاجر في المملكة. على الجودة حرصنا، وعلى الثقة بنينا، ومن الجبال جنينا. تذوق عسل السدر الجبلي الطبيعي على مسماه من 3 تسعات. الطبخ يا ولد لا تشيل هم، بيستوي بيستوي ما كان طبخة يجوز على رضانا يحوز، هذا قبلنا يفوز كله ما شاء الله عليه. لا تقرب ولا شيء، قلت لك لا تشيل هم. وين المهارة؟ مرحبا ومسهلا مشاهدينا الكرام. بسم الله ما شاء الله علي يا اخوي، طالع مزيون هنا صح ولا يا عيال؟ الله يسعدكم. الله احنا لا جديد يعني، انت دائم حلو. تعال جنبي تعال. لا امزح امزح والله، هذا الرد. الله يطول عمرك يا حبيبي، بيض الله وجهك يا ابو عماد. طيب يا جماعه الخير، نذكر بالسؤال. السؤال ذكرنا فيه 3 مرات، اليوم الرابعه، لأن بعضكم كاتب سورة العمران. طيب ما هي السورة المعروفة بسنام القرآن؟ وش هي بعمر؟ بقرة. سورة البقرة. اكتب سورة البقرة في هاشتاج البزنس 73 مع أسماء المتسابقين، أبو عمر مشاري أو عثمان وعبد الله الفريدي وفهد بن فارع. مرحبا ومسهلا. أول ما نبدأ يا جماعة الخير أبغى أسمع لي شيلة وبصوت عبد الله الفريدي. والله بس سعد. انت السعد. اول شيء انا اعلن حبي الكامل لفارع وهذا الرجال هذا، الله يرحمه والديه. بعدين اعلن حبي لفهد فارع، بعدين الخالد فارع، بعدين سلطان فارع. اوزان باقي اوزان. اخوانه؟ اوزان خلاص بعد ابوك على طول. اخوانه؟ اخواني. ليش؟ القصيده الخالد بن فارع اخو الرجال هذا. فهد ميوت. انا ميوت؟ انا ميوت. يقول القم خصم، تفضل. اقول الله يبيض وجهك ابو نزار. هذه قصيدة الخالد بن فارع فصيحة. الله. عطنا صدى. عطى الصدى، عطى كنترول. لا 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 تيرا لا لا تيرا لا 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 لا. هل يا ترى سنلتقي أم إن لقيانا محال؟ أنا التقي هيا انطقي، ألا تجيبي عالسؤال؟ هل كل هذا منطقي أم إنه وحي الخيال؟ لما تركت ما بقي من ذكريات الانفصال؟ يا هم أثقل عاتقي، إن زدت بعدا لا وصال. متى تعود وكم بقي؟ أما سئمت الارتحال. يا شمس عمري أشرقي، لنلتقي فالبعد طال. يا شمس عمري أشرقي، لنلتقي فالبعد طال، لنلتقي فالبعد طال. الله عليك. طيب ابو نزال، في سؤال من الجمهور. اسلم. قل انت دشنت 3 اعمال صح؟ هنا صح؟ الله الله. طيب وش افضل واقرب عمل لك؟ والله كلهن حبيت الصدق. طبعاً الأخيرة كانت حماسية. في واحد أكيد له تعتبر قريب منك. والله أقرب، والله كلهن الصدق.
كل واحد له جو، كلمات كلها قوية كلها معبرة وكلها كلها مميزة عندك. نعم، في عمل جاي قوي جدا من العيار الثقيل في البرنامج راح تدش. الله الله ان شاء الله راح اسجله اليوم ان شاء الله من كلمات عبد الله الروقي. من كلمات له شهر وشوي احنا نشتغل عليه ما شاء الله، وان شاء الله ان اليوم راح نسجله. في عمل سجلته قبل 3 ايام كلمات عثمان الجنيبي على لعبة اليولا الاماراتي والعماني. يا سلام، عمل حماسي شغل. يا سلام، هذا المطلوب. يا سلام، في عمل دويت ان شاء الله انا وزايد بن سابر كلمات فهد فارع باذن الله. سلام، خلاص البرنامج متى عاد بيمديك؟ في دويتو مع عبد الله. قصدك السنه الجايه؟ في دويتو مع مصطفى، لا كله ان شاء الله هالاسبوع اسبوعين باذن الله. ما شاء الله، شغل جبار. ما شاء الله ما شاء. طيب طيب، سؤال يا جماعه الخير، انا الاحظ في البرامج الواقعيه كل ما تسابق، معليش يعني مو بقصدك يا عبد الله، براحتك، يعني نهايه البرنامج كل اللي يقول انا بدشن وانا عندي مبادره وانا ابغى الشيله الفلانيه وانا ابغى اسوي امسيه وانا ابغى اسوي فقره وانا ابغى اسوي، ونهايه البرنامج تلاحظون دائما ليش السباق دائم الاصايل ما تلحق الا تالي. حلو، السباق دائم تلقى هرول هرول هرول، لا جاء عند 400 متر الاخيره كلنا عطاه. ممتاز، بس انا كلامي واضح، كلامك جدا جميل يا عبد الله، بس ليه ما وزعتوا قواكم في بدايه البرنامج؟ موزع انا قواي عندكم 90 يوم. 90 يوم لا يوم مو بلك الحاله. شوف ابغى اقول لك شيء، اول شيء 21 احنا كنا 21 متسابق ولا ايام بعد ما يبلك مضبوط. عارف، شوف انا عارف ان الايام ما يبلك. بعطيك معلومه انا دشنت 3 اعمال خلال الايام اللي راحت كلها، هذه يعتبر شيء منطقي. ادويتو ما هو بلي الحالي عشان تقول انتم شديتم حيلكم اخر شيء، ادويتو لنا كلنا، فعمل واحد راح يجمع اثنين، فتعتبر هي 3 اعمال كلها، فهمت شلون؟ فادويتو هذا يعتبر عمل جماعي لنا كلنا، فبطلع من البرنامج عندي 4. عبد الله انا ما اقصدك والله، انا ادري انا اكلمك حتى متسابقين. اي انا اتكلم لما اسوي دويتو مع البيان مثلا كل برامج الواقع مو يعتبر هذا عمل جماعي، مو بالبزنس، كل برامج الواقع كاريزما والبزنس الفرصه السوق، كل برامج واقعيه في قنوات ثانيه. نهايه المطاف يا جماعه خير، كل وده يدشن من عنده، اوكي على العين والراس، بس انت عندك 90 يوم، 90 يوم دشن عملك. طيب حلو حلو، انت كلامك منطقي، بس انا بالمطاف الاخير عندي عمل، عندي عملين فقط، فيعتبر منطقي. طيب عمل عثمان، عمل تعقيبا بس على عبد الله الروقي، تفضل. ان الحين الشباب التدشينات اللي عندهم كلهم من كلمات هني اصدقائهم داخل البرنامج، فهم كيف عرفوا ان اصدقائهم يعني مثل ما تقول عندهم كلمات حلوه؟ متى الشاعر بادر او المنشد بادر مثلا للشاعر؟ فهذه نفسي حواجز تحتاج وقت لين تكسر. صادق صادق صادق، الله يعطيك الف عافيه. طبعا انا ضد طيب. الشيلات يا اخوي مفلح، خلاص اجل وش معه انت؟ والله انا ضد الشيلات. قبل شوي مزعجنا ومبهذلنا بشيله. انا اغني عادي بس اني ضد اني اعطي الشيل منشد شيلتي. طيب ليش تعطيه يا عبد الله؟ من غلا ابو نزل ثوب اللي عليه اعطيته. طيب فهمت؟ المنشدين بعد. طيب في تعاون بينك وبين مسلط؟ متى؟ تعرف حاصل مع بيني وبين مسلط وبيني وبين زايد وبيني، لكن طيب. انا اقول ان شلون ما تشوف الشيلات؟ شلون ما تشوف الشيلات؟ المنشد انت عشانك منشد، انا خاطبك انت، المنشد ما يخدم الشاعر بمثقال ذره. جميل، ما لو ان المنشد يخدم الشاعر ما كان عبد الله الرزقي متسابق معنا، وعدد مشاهدات عبد الله الرزقي 280 مليون. طيب سؤال، نص مليار او ربع مليار. طيب انا بجاوبك سؤال وجيه وتشكر عليه، يعني الحين انت على كلامك ان الشاعر ينهضم حقه. نعم صح. نعم طيب، لولا الله لولا الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. طيب ثم الشيله، هل بيعرف الشاعر؟ اي نعم يعرف. تعال كيف عرفت بندر منشتر وانت؟ هل وصلت القصيده؟ لحظه طيب دقيق. تعال الشعر لما تقول لي 80 مليون مشاهده مثلا بدون الشيله، طيب هل لو القاها عبد الله الرزقي اذكرك لا صب المطر كانه يوصلني ما ادري ايش يقول المطر وما ادري ايش، دقيقه هل بتجيب 80 مليون؟ لا خلاص يعني ما خدمت عبد الله، خليني اتكلم. خدمت المنشد، خليني اتكلم. معناته المنشد له فضل بعد الله. لا لا سبحانه وتعالى يا اخي، خليني اتكلم. لو له فضل ما مدى عبد الله الرزقي معنا يا مسلم. عبد الله مستانس. لا مو مستانس، مستانس لا مو مستانس، لا 30 متسابق الموجودين كلهم ما كانوا يدرون. طيب ذروا وبشرك سواله سعد الغرمون، بيض الله وجهه. دقيقه سواله يعني سعد الغرمون عبد يا اخي، خلني اتكلم. تفضل فهد، انت تسالني انا اجاوبك. لا انت جاوبني هناك ما جاوبني انا. طيب انا خاطب انت موجود يعني تسمعني، مو بلازم تعين في وجهي، انا اسمعك. عبد الله الرزقي سواله سعد الغرمون شو اسمه، سواله مناسبه
بمناسبه وصولها الى 24 مليون صح؟ طيب او 48 مليون تقريبا 250 مليون ربع مليار. طيب بعدد مشاهدات عبد الله الرزقي عرفوا الجمهور وعرف الناس ان هذه كلماتها. طيب سؤال، لولا الله ثم هذا التدشين اللي حصل 250 مليون كلموني بالعقل. طيب ما لو ما حصل هذا ال 250 مليون من المنشد هل هو بيدشن له؟ من هو؟ هل هو بيدش هل سعد الغرمول او هل القناه بدشهم بدشنون هال 250 مليون بتدشن؟ طب هو الى الـ الى الـ والله لو القاها في اليوتيوب ما تعدل في مشاهده. من هو؟ عبد الله الرزقي. عبد الله الرزقي صل. طيب صل على محمد. يعني انا الحين الفضل والدراهم والشهره للمنشدين اللي شالوها معي، وانا اجزم ان في منشدين ما طلعتهم على قصائد عبد الله الرزقي معي. نعم. ولا طلعهم ولا نقزه الاولى قصائد عبد الله الرزقي. نعم. وعبد الله الرزقي شاعر غني عن التعريف. صحيح. معي لنا يا فهد ولا في حاجتي ولا في حاجه لا وابشرك انا متى انا بيني بينه عمل بعد سابق بيض الله وجه. جاي معي. لكن انا اقول لك لو ان المنشد يخدم الشاعر ما شفنا عبد الله الرزقي متسابق معنا. نعم. بدنا شفنا عبد الله الرزقي يستضاف وبفلوس وفي الليله اللي يبغاها لو في يوم البرايم اذا على الرقم ذا. لا وجهة نظر تحترم لولا اختلاف وجهة نظر بس وجهة نظر تحترم يا عشان كذا اقول لك المنشد ما يخدم الشاعر. طيب هذه وجهة نظرك. انا اطلع يا الشاعر بقصيدتي وتسمى لي لو مشاهدات 1000. طيب خلاص. ولا تطلع 80 مليون 90 مليون ومو بحسد لكن هذا تعبي تعبي لا يروح لغيري. تخيل تربي ولدك تربي تربي هذا فاهم الشغل غلط تربي ولدك طويل العمر وخدم جيرانك وكبر اجل كذا بوصلت الجبلي ولا في عبد الله الفريدي اذا شلها وصلت عنده مليون ذا مليون يا ليتها ما راحت للمليون صح؟ منو؟ أنت؟ لا يستاهلون خلاص هو يقول قول ودنا تقول ودنا يوصل 1000 مشاهده ولا يشيل الموضوع عن جالس تناقض نفسك انا بسالك سؤال عندي كلمه عطني وجهه نظر. طيب صل على رسول الله قل لا اله الا الله دقيقه انا برجع لك يا عبد الله تكفى وعليك الامر. طيب اسلم يا عثمان انا اقول القصيده هي بنت شعر ينميها ويكبرها وكذا بعدين يزوجها اي وكلن بعدين يعرف ان هذه بنت فلان لكن بالاساس الحين في الواقع زوجة فلان. ايه. فاشوفها كذا من نظري. كيف يعني ما فهمت؟ وضح. يعني الحين مثلا اشوف اقول لك انا اقول القصيدة ما للبنت الا ابوها. اقول لك الحين القصيدة هي بنت الشاعر. بس. اقول لك القصيدة بنت الشاعر. لكن كبرت وزوجها مثلا زوجها منشد. فالحين خلاص هي صارت عند المنشد. لكن اذا سالوا عن اصلها ترى انا ابوها. اللي بيسأل عن القصيد وبيسأل عن كلماتها. يعني أنت ضد كلام فهد؟ مش ضده بالعكس في ناس يعني وجهة لك وجهة نظر مختلفة عن لا أقول لك أنا وسطية صراحة لأن في ناس المنشدين طلعوهم. أوكي. في ناس كانوا مش معروفين والمنشدين طلعوهم. شكرا بيض الله وجهك هذا اللي أنا أبغاه. لحظة لا تقول منهم واجد عشان ما نفتح نقاش. تفضل يا أبو عمر. شكرا لك يا عثمان. تفضل يا أبو عمر. نقول حبوا بعض ودنتوا أخوان كل واحد صلى سيارته شكرا لكم الله يعطيكم الف عافيه يا جماعه الخير. وجهه نظر تحترم يا فهد بن فارع والله يعطيك الف عافيه تحت قبعه هذا وما قصرت. طيب يا جماعه الخير ابطلب من فهد بن فارع قصيده. وش اول شيء سؤال من الجمهور وش اخر قصيده كتبتها هنا في القريه؟ اخر يا اهل السوالف ما ودي سالفتنا تبان اسلم لكن مجبور اوضح للبدر يا فضاء اقفى يدور مكانه ولا لقى له مكانه وعود عليها بعد ما برق غيره نضى والحب امانه لكن الحب ما فيها مان والحب امانه لكن الحب ما فيها مان والحزن كومه حطب والجرح جمره غضى في ذا تبانى نعيش ولا يعيش الجبان وانا دروبي عضيه وانت دربك عضى فانت عليك الرضا وانا علي الحنان واللي بغيت الحنان انا بغيت الرضا. يا سلام يا سلام. طيب الفوارع يقولون يا حلو الفوارع يعيشون الفوارع يعيشون يقولون يحتاجون قصيده حصريه ما قد قلتها باذن الله. لا الحين الحين ما اقدر ما في لان عندي 3 حصريات جديده ان شاء الله جايه باذن الله. بيتين كذا تشويقي والله يعني ما اقدر مره منه ما اقدر تقول. طيب خلاص على سبيل المثال طيب عندك لا بس كنت بقول شاطر بس الحمد لله اسلم ها. لا والله تكفى فكري منه والله اني ما احب قصيدي خله عشان يقول حصري يعني اهدتني خاتم وسبحه بعد ما جبت انا السلسال هال.
وبقى الخاتم وراحتي مع السلسال والدبلة. الدبلة. مش يقول البيت الثالث؟ يقول يا خبلة لا تقولين الكلام اللي ما فيها أفعال، كلام ما وراه أفعال ما هو بلك. يا خبلة لين نهايتها، لكن إن شاء الله. طيب بس على ماش ما طلع من الموضوع. قبل شوي تغني أنت وعبد الله الفريدي أو تشل. إيه. القصيدة حقت من؟ سفر الدغيل. من يشلها؟ خالد البريك. شكرا. تفضل يا أبو عمر. الله يعطيك العافية. طيب. عندك أبو عمر. من صلى على محمد أنا نسيت. خلاص 1-0. ليه 1-0؟ خلاص بروح العمر. أنت تسمعني؟ تسمعني؟ أبو عمر. تقنعني خالد البريك طلع سفر الدغيل بي. ها؟ ها الحمد لله. وشو وشو تقنعني خالد البريك طلع سفرة غيلبي؟ لا انا ما قلت طلع. اها انا ما قلت طلع. وش نقصده؟ لا بس خالد لا 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 انا اتكلم صفر. انا اتكلم واصرح خالد البريك ايه في القصيده ايه؟ اضاف السفر والسفر اضاف الخالد ما صح في القصيده صح في القصيده صح. ولا السفر اسم معروف بس صل على محمد في المحاوره صل على محمد خلاص انتهى النقاش. ما تبني يا انت قبل شوي انت قبل شوي تشيلها هي حقت خالد البريك. طب انا اشيل السفر الدغيلبي انا ما شلت خالد البريك. طيب هو اللي انت شايل على نفس اللي حل شل خالد البريك. اللحن المن طيب الخالد البريك متاكد؟ نعم تأكد. تاكد هو اللي شالها تاكد هو اللي شالها. سفر الدغيلبي يقول عندي 21 بحر. طيب هو اللي شالها وصلت عليها مشاهدات ملايين. ها وصلت مشاهدات ملايين من قوه سفر الدغيلبي. تناقض نفسك بنفسك. انا ما ناقض احد والله والله ما ناقض. انت ما تناقض احد لكن انا عندي مشكله واحده. تفضل. مشكله مع المنشدين ولا هي بعويصه يعني عادي تنحل ودي عويصه اي هذا باللهجه العاميه حلاحل قومي. تنحل حلاحل قومي. تفضل. تنحل ودي ان يعني اذا وصلنا مشاهدات عاليه او اذا نزلت العمل لا تحط صورتي 10 ثواني او 5 ثواني وتحط مقطعي او اسمي 5 ثواني او 6 ثواني. يا حبيبي بنقدم على وظيفه خلي صورتك 24 ساعه. ليش تحط صورتك؟ ليش تحط صورتك قال كذا باسم؟ ليش تحط صورتك؟ ليش تحط صورتك انت المنشد؟ صورتك وشنابه جنب قشتك. ليش تحط صورتك انت المنشد؟ انت ليش تحط صورتك في عملك؟ دائما صور الشعراء ها في اغلب الاعمال تنحط. ليش؟ طيب انا وش انا اللي بانيك. ابشرك انه يحط ابشرك انه يحط اسمك ويحط صورتك ويحط سنابك. متى 5 ثواني؟ اجل خليها 24 ساعه. اي خلها نفس صورتك. لا صورتك انت بدوني ولا شيء. انت بدوني تقول طيب عند ابو عمر ما عندك كلمه. انت ايش تبي؟ وانت بدوني قصيدتك ما تطلع. لا تطلع ما تطلع تطلع تدري من بيطلع؟ من ايام الجاهليه والقصيده. لا لا قندر بن سرور الاخر. تعال تعال عبد الله المسعودي ما حد شال له قصيده. تدري من بيشاهد قصيدتك؟ إيه؟ كم انتم عدد المسابقين؟ 21 إيه؟ 21 اللي بيشوفه يكفون وكفو يكفون 21 ولا 21 مليون؟ لا يكفون 21 متذوق كلنا ولا 21 مليون. خلك مع عبد الله. طيب عند ابو عمر والله يا جماعه الخير اني شليت قسم بالله انا فوق تقريبا 140 شيله 90% اعمال خاصه انا مالي الا عملين غزليه. والله يا جماعه الخير يا الشعراء ينبسطون ويشغلونها ويرسلون علي في الواتساب وفي السناب وفي الانستغرام في التواصل الاجتماعي. يا اخي سريت ينبسطون من كلماتهم وهو يسمعها ينبسط. تخيل يجي له على اذكر شاعر دق علي يقول والله اني جايين في راس طعس وعين في القمره وبياله شاهي وجالت تسمع الشيله. يعني الشيله قصيدته قصيدته وانا شايلها تسمع احساس وكذا يعني انا اتوقع ان وجهه نظرك ضاربه جدار. لا والله ضد الشيء عشان شخصي. بيض الله وجهك. انا جلست مع الفهد تحترم يا ابو فادع الله يرحمه والديك. تفضل يا ابو عمر. كيف حالك؟ الحمد لله. كل واحد صلح سيارته. ادق على الشرطه يا رجل. طيب ابو عمر ابو عمر انا بسالك عن المتجر اللي انت ماسكه. ايه وش المتجر اللي الان معك؟ في السوق المستثمر. ايه؟ ماسك التميمي وبيلون الأقمشة. ايه التميمي الأقمشة والعطور بيلون وماسك منوة. ثلاث متاجر. الله لك الحمد. ليش خليت ثلاث؟ والله شرينا مع الريجين. شريت مع الريجين. وكيف مبيعات عندك؟ والله ان شاء الله زينه بس ما طلعنا على شيء للحين. للحين ما طلعت. إيه تونا بدينا احنا الاسبوع ذا. التميمي ها كود خصم دبليو 1 ترى. اي هذا وشو؟ هذا كود الخصم. التميمي معك؟ التميمي معي. ما شاء الله. بلون معي. العيد جاي عاد. ومنوه معي. يا سلام. اي ترى حتى انا كانت عندي فكره تسويقيه كنت بسويها بس ما الله كتب. خلاص طيب. لكن طيب هو اللي عندهم هم اللي عندهم يا ابو عمر هم اللي عندهم القماش اللي ضد السواي صح؟ عندهم الله اللي تصب عليه شاي ولا موجود. اي جميل حلو والله شيء حلو صراحه. لا شوف التميمي اساسا يعني اسم معروف من قبل. يعني لو مثلا فهد بن فاري يكب عليه شاي يروح ما يطلع تنظف بعد يعني ها؟ من نفسه من نفسه. لا هو شوف التميمي بشكل عام انا فهمت منيب فهم ومداوم
يا رجل انت انت سوي شوف يا الله الشباب يا اخي سوي نسخ ما يعني بعدين ليش لا لا امزح امزح خلاص بروح نتجركم يا اخوي عندي بشتي بشكل عام ملكي بشت ملكي ويزهاك يا طويل العمر بجيكم بجيكم على خشم فهد 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 حتى كود الخصم ما نبقى له كود الخصم من اول كود دبليو 10 بس ما نبقى له ما نبقى له خلاص ابشر خلاص ابشر بيض الله وجهك لا تقول طيب الله خلاص يا رجال اذبحوها طيب ابو عمر نبغى موقف لك يعني محرج حصل لك في الحياه سواء مضحك ولا حزين نبغى موقف لك حصل لك ضحكوا العيال موقف محرج وقبل الموقف ابغى اسمع اقوى تحيه لاننا الان نحلق في الترند الله 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 هذا من الفوارع ولا قصور في الشيوخ لا لا والله مني انا ومن جمهوري كفو جمهورك 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 كفو والله جمهورك لحظه 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 والرماة تسقط لا اصبر احنا العمان لا العمان اصبر تسقط على شارع عمر النوايف النوايف حنا لين خلص منك نباتنا ثم نروح نباتنا. ها بشرك من عثمان أمس ترنت. جمهور مشاريع عمر كفو جمهور. عيشون نوايف. عيشون. إيه كفو. زيدك طيب. مشاعر بيت بعد. طيب الآن حنا ترندين ترند البزنس 73 وترند عبد الله الفريدي الحالي. عيش عبد الله الفريدي. عيش. عيش جمهور عبد الله الفريدي. عيش. يعيش جمهور عبد الله الفريدي. عيش. لكن أطالب. جمهور عمان هم يرسلون ترند عمان لاني عارف اني معتني اسمعوني اسمعوني عثمان الجنابي لحظه لحظه لا صل على رسول الله ترند ثالث الان عثمان الجنابي من امس الى اليوم ترند ايوه عيش عثمان الجنابي تستاهل عيش عثمان الجنابي طيب والله ان هاي الجمهور اللي ترفع لهم الطاقه اقول لك امس انت ترند انا شايفك والحين ترند تستاهل طيب ابو عمر نبغى نسمع منك الموقف الله يسعدك عندك موقف طارق عندي موقف انا اخاف ان اسلوبي يكون ماشي لا 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 بالعكس ترك في وجهي والله يا رجل بدري انا بوقف لك الحين شوف انت ركز معك انا متحرهن يقسم بالله لا عندي واحد من اخويا طال عمرك مرات قلط علي تمام كان ساكن معنا في النعريه ونقل الرجال للرياض وعود عليه جاء بعد فتره عود على النعريه وقال اول مره يمشي في النعريه يعني غير بيته امس عندي الرجال خوي وامون عليه تمام قمنا صلينا الفجر عودنا من رقد الى 7 الى 8 انا بطلع اخلص شغله وبرجع يعني يبغى لي 20 دقيقه نص ساعه بالكثير ولا ودي انه يقوم من النوم ويستاحش ما يعين احد وحنا مجلسنا برا ويعني بيمدي يروح يعني بس اني خفت اي بس اني خفت انه يستاحش وما يعين احد واجي عنده من القافه شوف القافه اللي الله يحرمنا منها واجي عنده واخذ قلت باخذ جواله عشان اذا قام من النوم يعني عشان لا يدق جواله ولا شيء وما يحصلني عنده. ايه. واجي عنده واخذ جواله ما مداني اوصل الباب افتح الباب ناظر لا الرجال قايم يوم سمع الباب. خوي يمون عليه. ناظر فيني الا يوم يبي يشوف الساعه كم يدور جواله يدور جواله يوم يدور جواله الا وجهي بارد ماسك جواله واقف عند الباب. صدق 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 يضحك عثمان بيض الله وجهك شكرا لك علمني فاشياء طول. فهذا يمكن اقوى موقف يعني انحرجت فيه من هذا الموقف بس اني امون عليه وبعد عاد الى الحين عاد قد فاهم جات المياه واخذته منه يعني عشان لا يقوم أي. والله عشان لا يقوم شوف المشكله في القفله ترى المشكله في القفله تمام لا لا انا قاعد يدور لا لا والله مشاري هذه مقوله بيني بنفسي الله لا لا والله حلوه والله حلوه ما عليك ما عليك ما عليك حلوه يا ابو عمر ابو عمر والله والله السالفه حلوه بس اذا تفتح سوم افتح سوم شوف افتح سالفه عند اي احد الا اثنين دول صادق لا لا اعرف وزنيتهم افتح سالفه اقول بيض الله وجهك والله موقف حلو حلوه محرجه مدري شنو ما من طلب منك الموقف انا صح؟ اعجبني يا ابو عمر بيض الله وجهك حياك الله الله يسعدك هو الحين حاطك هلا عثمان كيف حالك؟ ما ادري عثمان صراحه انت الايام اللي راحت والله مش اقول لك ابدعت وتالقت الحمد لله ومثلت والله مثلت وانت جالس تمثل يعني دولتك وتمثل ربعك وتمثل جماعتك واخوياك وبيض الله وجهك على كل حال احلى تحيه لعثمان الجنيبي عايشون استاهل واحلى تحيه لعمان اهالي عمان يستاهلون يستاهلون والله يستاهلون الله يخليهم طيب لنا كل جماهيرك تبارك لك بالشيخه يا عثمان يستاهل ولكن يسالون سؤال ونوعدهم ان شاء الله باسبوع مميز ان شاء الله مع اخوي علي وين دخوليه شيخ القريه؟ دخوليه ان شاء الله الليله ابشرك بدخولي لا صارت ولا استوت الليله لا صارت الساعه كم ولا استوت الساعه كم اظني بعد خذها كاش
بعد خذها كاش عشان ما يجلسوا ينتقدوننا وهي الاشياء فوق النقد يعني ما هو العصر يعني النقد. ها ما هو العصر فوق النقد لا لا ما هو العصر لا لا لان عندنا مواضيع تجهز بالليل ان شاء الله ما عليكم زود اخواني طيب انتم كنتوا تجهزون العصر انكم بتحطون المفروض بس الحين سوينا اشياء زين يعني خليتوها بعد لا لا مش خلينا احنا حلو 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 جبرنا الوقت ان نكون بعد العشاء ولا احنا ودنا من امس كل دخلنا تمام حلوه حلوه مره حلوه لكن الشيء اللي تتعب عليه يطلع بصوره حلوه لا لا حلو حلو جدا الله يسعد طيب نسمع منك شيء يا عثمان يقول لك اهواك لانك بالبشر غير الله شخص انفرادي غير معقول وصف الفطن في عقلك في وصف الحط وصف الفطن في في حسنك يحير لو يصفك وش هو بيقول لي من جماله طيح الطير طحت بغرامه دون مدلول يا رب لقيا فيه صدف خير تنعش فؤاد انصابه الهول من سبري من حذر يدير اتعب وراها ابطال وفحول يا كم تمنوا عينها تشير من صوبهم من هوه بينول لكن شبحه له مدى كبير ما يكذب هاوية ومهبول ودامك معي موجود وبخير ما هم من يحساد وعذول الله طيب الله طيب الله طيب 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 يا سلام اقتطف بسيط من القصيدة من كلماتي وأداء المنشد هيثم الجنيبي يا سلام يا سلام لكن عاد اختصرت منها بعض هيثم الجنيبي اللي جاء ما لا لا ما جاء ما جاء نعم ونعم والله بيض الله وجهك صح الله لسانك عثمان على هالقصيدة الطيبة طيب عثمان سؤال أخير إذا سألتني عن الموقف بجيب لك موقف أدمر من هذا الموقف. عطني موقف. لا تكفل. يعرفون الشباب. عطني موقف عطني. تتذكر عبد الله؟ أيزيه. أسلم. سبطها. يا طويل العمر هذا مرة من المرات رايح أنام مع واحد من أخوياي بديرة ثانية. وأنا متعود إذا كنت رايح من يعني من البلد إلى العاصمة ما أوقف نهائياً إلا هناك. حتى لو أروح ساعة اثنتين بالليل ما أوقف إلا هناك. أحياناً يوصل الصباح أحياناً. يعني خلاص عندي القاعدة هي إذا رحت ما أوقف إلا في المكان اللي أبغاه حصل لي ظرف يوم من الأيام وقلت إني بتأخر في منطقة معينة أنتظر شيء معين فقلت خلاص بستأجر لي فندق أموري طيب دقيت على واحد من الشباب اللي هناك عارفه ومسولف معه قال لي عثمان والله إنك تبات معي قلت له لا أنا خلاص بحجز فندق قال لي لا والله لا تحجز فندق ولا شيء إنك تنام معي الليلة بنسولف وبندردش وصبح بتكمل شغلك يا طويل العمر نمت المهم عاد قلت بيننا سالفة وسهر ونمت أول ما نمت يا طويل العمر شوي ها قمنا للصلاة الصبح ورجعنا يوم رجعنا قال لي الولد بنام شوي وإحنا أنا وياه يعني ريلتي وضع عندنا عادي يعني أصحاب زين قال بنام شوي والضحى الساعة 9:10 بتروح تكمل شغلك قلت له تم انزين يا طويل العمر اللي تونا راجعين من الصلاة ونايمين إلا أبوه زعلان عليه انزين لانه ينام الضحى وهي الاشياء ليش يقول بخاطر ليش ولدي ما يقوم الصبح وليش ما يروح يدور شغل من هذا الكلام المشكله انها صار نقاش بينهم هو وزوجته اللي هي ام الولد جنب الباب وهذا ما يجيب الا المرغده وما يجيب الا الصيع يقول هو يسفل بعثمان يسفل بيانا هو ما يعرف من اللي نايم هو يعني يعرف اهلي وبينه وبينهم احترام كبير يعني بين اهلي وبين الرجال هذا وبينهم معرفه شخصيه بس هو ما يعرف انت وين تسمع انا اسمع بعدني ما نمت انا انا بعدني ما نمت الرجال والولد اللي عندي نام خلاص لكن انا بعدني ما نمت واسمعهم يتناقشون ورا الباب بس مو بصوت يعني كذا ورا الباب بينهم مسافه يعني اسمع شوي منهم من اصواتهم وهذا يجي يجيب لنا الصيع وكل واحد ما لقى بيت جاي ينومه معنا بالله عليك الله يستر عليه أنا جالس تسمع أنت سويت أنت تعمل نفسك نايم أنا هش ميت يا ليت نايم أعمل نفسي ميت انسحبت انسحاب كلي من الموضوع كنت يعني بقوم يعني ما رحت لهم يوم ما جاني نوم والله كنت ناوي أقوم وأسلم على أبوه وكذا وكذا ولو شافك لا لو شافني أمور طيبة فهمت لكن لو شافني بعد هذا الكلام حرج هاي أنا أقول لك بعد الكلام لا أنا قلت بطريقة دبلوماسية عشان الرجال ما يقول إنه صايع صايع بيقول بخاطر اني غلطت على الولد ولا شيء الله يستر عليك يا عثمان بعد شوي قمت انزين قمت وقومت الولد كي قلت له يلا اني عندي شغل بروح تامرني بشيء قال لا تتعب تقهوى الولد تحيط ضغط على نفسه كان نايم ضغط على نفسه وقام عشان يقهوينك يوم راح يقهوي اني يشوف ابوه يرحب فيني المشكله يقول يا ريتك سامعك قبل شوي قايل عني قبل شوي ايش قال عني الله يجزاك خير الله يستر عليك يا اخي هذه مواقف محرجه تصير ولا وشاهد الله الرجال انه من غلطنا
إن حتى إن حلف علي بعزيمة يعني من كثر خلاص بينحرج. أيوة لا هو ما درى أصلاً إني سمعته ولا إيه ما درى أدري إنه ما درى إيه عبالة إحنا نايمين صايع وانت جالس تسمع الله يسامحك يا أخي سبحان الله ما أدري كيف. طيب عبد الله الفريدي نروح لعبد الله. عبد الله وش أخوي يكون راح يغسل ويجي يغسل ويجي هنا ما في مغسلة لا ولازم يأخذ راحته عنده طقوس خاصة طقوس خاصة راح يغسل ها. طيب عطني الشاشة بالله جيبوا قبله يقوم بسرعة 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 ايوه 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 زوم زوم عليه حط قرب الزوم قرب الزوم قرب الزوم قرب الزوم قرب الزوم قربه 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 اجل راح يغسل ها راح يغسل ها اي راح يغسل ها انا اوريك يا فهد بن فارع ما عليه الله يعطيك الفضل تعال راح تغسل الله يعطيك الفضل ما عليه يا فهدان الله يعطيك الفضل ها الفوارع ها ولا تسوي اي ما عليه شوفوا يا الفوارع شوفوا شوفوا اخويكم وانا فيه ويبفوز بعد ها ما عليه راح يغسل ها وانت جالس ايش رايك اسمعك شيء لين يجي تغطي عليه ما عليه خذ لك مشاركات بسيطه مثل حر طيب والله انه مثل حر استغفر الله. طيب عبد الله سم مهم جدا وجودك في حياتي لا والله في تفاصيل ما تصلح كذا ليش ما تصلح لازم ايقاع ولا ليش ضروري نبغاها ابغني لك شيء ثاني يلا سم لا 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 الله يحييك اسلم 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 اسامه اللي طالب اسامه اللي طالب هذه اهداء لاسامه فورا زلالين لا 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 جبرني الوقت انا ارد لك تشمت فرصه وجت لك وانت عاد من الله تبيها تدري انا احبك والله احبك تشمت فيني وتشفى وحسابي معاك صفى وإذا ودك تعذبني الزمن كفى ووفى جبران الوقت والله أنا هجت مراز الله قال سؤال يا الربع سؤال تفضل انت حط قبعة هذا البرلمان اعتذر سموك كريمة في الحلم المشعلي وزملائي وللفوارع ولجمهور كل رجال منكم لأن والله الحر ذبحني قلت بروح أخذي تحت المركزي شوي بس وبجيكم بس طالع شوف هذه والله تزعل يا فهد وأنا خابر إنها تزعل واللي تباها بشيبه راح تبطح هناك لا يعني مقدم فقرة جاي ما في الحلم المشعلي جاي شخص له اسمه مكانته وبروفيسور مكانته عندي أنا ومكانته وكاتب وراوي وشباب عمالقة في البرامج صح. الواقعية وأمام الفوارع والجمهور والله الواقع والله العظيم شوف ما حد بعد السحاب يربع والله طيب طيب صل على رسول الله سؤال يا الربع نعطيهم سؤال كم نعتمد الدرجة عندك يا سامة بعطيهم سؤال واحد بدون اختيارات اللي بيجاوب عليه بنعطيه درجة الدرجة هذه بتقسم بين على اثنين يا سلام والله على الفريقين بيض الله وجهك يعني 100 100 ها 100 100 درجه 100 درجه 50 50 لكل شخص. طيب بس انا بقول السؤال واللي جاوب اسرع لا دامها 100 100 الواحد له سؤال وخلاص لا لا يلا دوس دوس لا 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 اللي جاوب اسرع يلا بياخذ ال 100 درجه ويعطي خويه 50 50 50 يلا يلا طيب يا ضلوي ما هي الفاكهة التي تنمو على شجرة خالية من الأوراق؟ جوز الهند. ما هي الفاكهة التي تنمو على شجرة خالية من الأوراق؟ 100 درجة بسرعة. الموز. كيوي. الموز. لا الموز فيه أوراق. بسرعة. الرمان. ما هي الفاكهة التي تنمو على شجرة خالية من الأوراق؟ أناناس. كيف جبناها في اليوم بس
السما هذاك خلاص انتم جبتوا اجابتكم انتم الكيوي احنا فلافل 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 ايش فلفل 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 ولا فلافل فلافل تبي طحينيه ولا بدون وش ما ادري والله ها شك الفلفل لان الفلفل يعني يجيك يعني من دون اوراق طيب عندكم اجابه لا عندنا الكيوي ما في صار ثاني طيب شو تتوقعون الاجابه ولا الحب حب يا ربع انتم دارسين وعاقلين وفاهمين تمر اعطيكم تلميحات ايه اعطيكم تلميحات طيب انا بعطيكم تلميحات بس ترى الدرجه راحت طيب خلاص عطنا الجواب بدي مره خلاص ما يهمنا لا بلمح لكم ما دام الدرجه راحت عشان اشوف اختبر سرعه البديهه عندكم ايه. هو لون فيه لون الحمر تفاح لون الاحمر تفاح فراوله كلها هذه كلها في بيتنا فراوله صح الفراوله الفراوله مو بشجر طيب الفراوله مو بشجر الفراوله دقيقه عندي هذه من ويكيبيديا اوكي دقيقه ويكيبيديا طيب دقيقه اعرف من ويكيبيديا مشاري عمر عندنا هذا دقيقه خلاص ليش ما جاوبت دقيقه او شيء هذا مو بشجر الشجر الفراوله مو خلاص خاطب شركه ويكيبيديا قول لهم الكلام ذا وراجعني في الدور الاول عندهم شباب عندي خلاص خلصت لا خاطبت ويكيبيديا راجعني في الدور الاول عندهم شباب علي القسم من الرمز الدور الرابع برزيق تعرف موظف شباب علي؟ أنا قد أعرف الإدارة كلها دور رابع طيب ما هي طيب لا صلي على رسول الله أي هذا السؤال كذلك عليه 100 درجة أي من الفواكه التالية يمكن تصنيفه من الفواكه الحمضية برتقال عطنا برتقال ليمون 100 درجة لحظة فهد بن فارق ما كملت الله 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 عليك يا فهد اسرع اجابة الله عليك اي من الفواكه التالية قلنا الحمد لله يمكن تقول ما في اجابات على طول لا لحظة خليك سريع لا يمكن تقول التفاح الليمون يا اخي هذه بالها ثقافة الرمان إيه؟ مثلا انت قلت اي من الفواكه التالية هالية. وين التالية خلاص هذه تجربة بس لا 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 تجربة لا لا العلم عندي انا ما ترضى راجع الدور في الارضي هنا يا اخي الدور الاول عند مشب علي الشباب ما فهم السياسة شباب الدور الاول خلاص خلنا اللي تبى تسوه اسرع اجابة وبيعطيكم سؤال صعب يلا طيب اعطيكم سؤال صعب جدا 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 انا كنت معطيكم على انت ابو سعد معليش ايش وضعك مع الفواكه الاسبوعين عشان في مطبخ مقادير تخص المطبخ زين لا تجيبهن على الاقل ها زين طيب بعدكم اسئله بعدكم اسئله يا جماعه جيب الارمان لا اله الا الله بعطيكم بعدكم اسئله بدون 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 بدون, بدون اجوبه وبلمح لكم ما عليه ابشر ابشر ما هو طيب هذه اسرع اجابه ما هو الثقب الاسود تفضل يا عثمان الليمون الاسود الثقب الاسود هو النجم النجم في السماء يعني اذا انفجر يحصل عطني اسم بسرعه ها عطني اسم الهاويه ها هاويه الفضاء الثقب الاسود الليمون الاسود ما راح اعتبرها اجابه عطني اجابه واضحه ترى الثقب الاسود عندكم اجابه اجابه سريعه يوجد بعد انفجار النجم الليمون الاسود أيوه. ثبت وانتم ها وانتم ايش تقولون انا اقول انه في الفضاء لا لا قمامة الفضاء ولا شيء ايش مكنسة الفضاء اي قمامة مكنسة شكرا شكرا يسعدك يسعدك ربي يسعدك مكنسة الفضاء انت الحين اعطيت الثقب الاسود هو النجم المنفجر والله قال نجم اللي ينفجر بس ما لا انت ما اعطيتني انت تقول ما تقول النجم اللي ينفجر انت تقول النجم اللي فيه قمامة لا ما ادري ايش قلت لك النجم اذا انفجر لا ما اعطيتني الاجابه صح قال النجم الانفجر عموما اجابه صفر وصفر عند الفريق الثاني اعطيكم اجابه سؤال ثاني طيب اقول لك بس ما هو عيش ابو سعد اذا انا قلت هذا الكلام ولا يعيش مشبب علي بدون بعد العصر طيب ما هي والله روح اللي مشبب علي ما هو اسمعوا صلي على رسول الله جاوبت انت تقول يجي قال النجم اذا انفجر القمامة قال النجم اذا انفجر و قلت لك النجم اذا انفجر قال لك النجم اذا انفجر الله خطا معليش قال لك النجم اذا انفجر لا ما قال الا في البدايه قالها راجع اليوتيوب براجع ابو علي مشبب عندك كمبيوتر اخبرك اياه طيب بعطيكم السؤال ما هو حلو العنصر الذي اذا وجد في الحليب الكالسيوم اصبح غذاء كاملا كالسيوم ها كالسيوم انا قلت قبل مشاري قال كالسيوم هذا اللي وانت قلت كالسيوم قبل مشاري يتاكد اسامه من الاول قسمت الله اني قبله قلنا مع بعض لا قلنا مع بعض قلنا كالسيوم من الاول امانه والله قلنا كالسيوم مع بعض
هو والله اني قايل قبل لحظه لا حلف حلف لحظه خليني اسمع ما في لحظه بقول لك شيء كلهم غلطانين ليش ليش يعني ما يخلون الشخص يكمل سؤاله بعدين يجاوبون لحظه لا لا هذه الاجابه صح هل هي تصير في لا دقيقه استنى اسال عبد الله انت مجاوب اول شيء والله مجاوب اول شيء وارجع اذا طلع وانت كيف ذاك يا ابو نزار لا 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 تفضل طيب صل على الرسول الله عندي راي عندي راي عندي راي عندي راي عندي راي طيب يستاهلون ترضون نقسم الدرجه عليكم 50 50 ما عندي مشكله عنده لا 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 خلاص ما عندي مره عنده بس ابغاك تسال كنترول يشوفون يتاكدون عشان حلفي ما اسال يا ابو خلاص الامور طيبه طيب ترضون؟ يعني انت تبرع له؟ ما اتبرع له ابو نزال يستاهلها خلاص انا ما اتبرع له ابو نزال يستاهلها يعني انت جاوبت اول شيء؟ شكرا لكم اجابه خاطئه ما هي بصح الفريدي الفريدي اعطونا رياكشن الفريدي يوم يسوي كذا اصلا عادي حتى ما حد انقهر صح؟ اصلا ما هي بالكالسيوم الحديد صح عليك الحديد اللي هو موجود الحليب يصير غذاء كاملا الحديد لانه اصلا الحليب فيه كالسيوم يا اذكياء انت كل يوم تشرب الحليب نيدو طيب سوقنا معلش طيب صلى على رسول الله خصم خصم سؤال واحد سؤال واحد سؤال 300 ما هي جنسيه المؤلف ريتشارد امريكي لا ريتشارد فاغنر بريطاني مقاطي امريكي امريكي ها مقاطي من أشارة مقاطي ونعم وانت امريكي ريتشارد في مقطع فيهم ريتشارد فيهم ريتشارد فيهم نيوتن نيوتن إيه. كيف امريكي بعد من امريكا الشماليه ها امريكا الشماليه امريكا الشماليه طيب عندكم اجابه هنا يقولون امريكا الشماليه عندكم اجابه ها ارخميدس يقول ارخميدس من حرب ها اينشتاين اينشتاين يقول ترى من اسمه ريتشارد واضح من بريطانيا ريتشارجي ريتشارد من تشاد ها؟ لا وانتم تشاد امريكي ولا بريطاني وانتم لا والاسم من ريتشارد تقدر تعطيه اسم يعني خلاص انتم جاوبتوا امريكا الشمالية انا امريكا الشمالية بريطانيا 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 طيب ممتاز فقرة الله يعطيكم الف عافية المشعل اتحداك تجاوب على اي سؤال وللاسف كانت الاجابة خاطئة للفريقين لا أمريكا الشمالية ولا بريطانيا هي كانت ألمانيا 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 طيب اليوم نعفيكم من الدرجات السحب يا جماعة الخير ألمانيا ناخذ وين؟ ها؟ ألمانيا وين؟ ما أدري عندي شباب بيقرة لا بيقرة طيب الحين في في لحظة لحظة ها؟ ألمانيا بيقرة والله ما أدري كيف بيقرة ترى حجاب انا ولدت هنا في السعوديه لا اقول لك على كيفك المانيا المانيا بربا ايش تجيب الامريكا والله ما ادري ما ادري على كيفك انا والله مثلك ما ادري ما قد سافرت انا تفضل طيب اسحب الهاشتاج عيوني لك يا ابو عامر بس اسحب الهاشتاج طيب اسحب على هاشتاج الفايزين الكوبونات المقدمه من الشيف احنا فزنا ولا خسرنا صوت الجمهور المهم 200 نقطه راح لا عندكم ولا عندنا سوره لا باقي الجمهور البقره لا عاد الجمهور غير ترى هذا كان بتقول قل لي يا عثمان وقف يلا تم اول كبون يلا قربوا الكاميرا هنا وانا بطالع في الكاميرا اللي يلا وانا بطالع هنا عشان ما تقول يلا بسم الله شخصي يلا نسحب بس باك تروح تحت مفلح ما عليك امر ابشر 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 عشان الناس اللي شاركت قبل يعني لهم حق عجل عجل خلنا ناخذين الترند هلا باذن الله باذن الله ترند ثالث ابو جهز الشيله يا جماعه اسامه جهز الشيله الوطنيه خلنا نلعب عليهم يلا واحد جهزها اثنين اسحب لي مره واحده كذا فوق وستوب ها ستوب الشوارع انا هنا فوق ولا تحت؟ ها؟ انا هنا فوق ولا تحت؟ والله ما اشوف لكن خليها تحت عد عد انا جيت على الخط بعيد يلا عيد عادي اي بعيد أنا جيت, على انا جيت على الخط لا اسحبها كذا مره واحده واقول لك وقف لا لا طيب وقف لحظه ايوه قرب الكاميرا يا جماعه يا كنترول محمود ما تكون جاهز خبنا عشان شريف وقف ها وقف يلا فهد فاير عبد الله فريدي لا هذه ما تدخل في السحب لان اجابتها طويله احنا لا 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 مو على كيف انت الحلال هذه نصيحه لا مو على كيف كان جاء الكلام عندي اسمي الكلام الواجد شوف قرب هنا الكاميرا قرب هنا الكاميرا انا ابى اخذ لحظه يا ابو عادي شوف بس قرب هنا الكاميرا زين هذه ما تدخل في السحب انا قايل لكم يا جماعه عشان ما تاخذون تغريدات غيركم فريق اسمه وش اسمه فريق عثمان ابى اخلي سليمان جبرائيل ما تكاثر الرماس طيب لا لا يا جماعه الخير هي مسابقه ما هي بذا نعم لا 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 تكررون الكلام بحيث ما تاخذون مساحه لغيركم الله يبيض يلا جاهزين كرروا كرروا يلا عشان ما تقولون نغش يلا وقف وقف
نعم. الأخت ورد كبشر سورة البقرة أهدت الدرجات للأخ فهد بن فارع عبد الله الفريد. عيش كل نصيب على الله احنا نعطيكم الفوز يا اخي كذا ظريفين هم جدا. يلا يلا الكبون الثاني قل لي وقف يا فريدي عبد الله راضين والله دقيقه بس لا راضين اي لحظه راضين اقول لك شوف 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 قف شوف 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 عادتك قف هذه طويله بعد هذه طويلة والله خذت كلام خلاص يمدحون الناس تحبنا وتمدحنا طيب الحمد لله لا لا لا, لا تكررون الكلام لا لا بحيث ما ياخذ مساحة لغيره وقف الله يا الفوارع وقف هذه ترى من آليات الإدارة وقف طيب خير. وقف ها الله يستر عليك جميلة لعثمان الجنيبي مشاري عمر استهلون استهلون سورة البقرة في هاشتاق البزنس 73 ألف مبروك لهم يستاهلون يستاهلون اللي فازوا في الكوبونات نعم. علي الحرام عندك مسكرين الهاشتاج نعم سكر نعم. كافوا يستاهلون في تغريدات يا جماعه الخير لكم اي بالله خلني بقراها اسمح لي اسمح لي صفقت كذا لا شعوري والله اي بالله وجهك استاهل نستعرضها لكل واحد فيكم تطلع على مشاهدينا الكرام اعطونا التغريدات الشباب الله يسعدكم شغلونا الشاشة اللي وراء بس خلنا شغلونا الشاشة اللي وراء إذا تقدرون تفضلوا تفضلوا يا شباب تفضلوا الله يسعدكم أنا أعتذر صراحة أبو سعد أعتذر من نفسي أول شيء ثم أعتذر من الجمهور ثم أعتذر منكم ليه أبو لأني أول أغنيت جبرني الوقت ما كنت راضي عن نفسي صراحة من حقك كل شيء منك زين يا عبد الله عندي مشكلة بال عبد الله كل شيء منك زين الله يسعدك لا بس أنا أعرف إذا خلصت مغني للشاعر المتغطرس أها المستهتر اللي راح ينسدح في الكنب زين وترك الفقرة على جنب عطنا تغريدة استاذ استاذ عليكم مستر يلا يا الفوارع زاهر عيش فهد فارع عيش عيش عطنا تغريدة الأخت اقرأ يا فهد لفهد خالد مقداد أتمنى تسحب عصومي وليد على البث لا تخليهم يغيبون عن البث ما عاد باقي الا القليل وتوعدون ايش وتودعون كل وتودعون كل التوفيق لكم خلاص انا فهمت انا فهمت, أنا فهمت. من عصومي وليد عصومي وليد مصلط وزايد مصلط وزايد لا 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 الاسم هذا من عندي انا وانا اللي اقوله رجاء لا تلحق الريجي انا عصومي تفضل ها هذول يا اخواني والله يطول اعمارهم الله يحفظهم انا ان شاء الله غير عصومي وليد العائله الكريمه أقوم الجميع بإذن الله بإذن الله الله يسعدك طيب عطونا تغريدة ثانية في شيء عطونا تغريدة ثانية المدح يسع الصدر تغريدة ثانية لمن أنا ما حبيت أمدح بعد ما دخل عبد الله الفريدي استعجلونا بالله استعجلونا الوقت يروح يلا يا شباب والحرب بهنا والنسم يروح والله عبد الله الفريدي الأمة اللقلقية يقول شكرا لأنك أنت النجم الذي صنع نفسه وأظهر نفسه وأضاء بنفسه ونجح بنفسه لا ينتمي نجاحك بعد الله لأي شخص سواء نفسك فأنت أضأت حتى أصبح ضياؤك يعمي كل من حاول أن يطفئك استمر بضيائك حتى لا يرى بالسماء سوى اسمك يا سلام يا سلام كلام قوي صراحة الله كلام الله يا سلام كلام يا سلام تسلم أصابعك ونأملك على رأسي ردك يا عبد الله أقول يعيشون جمهور عبد الله الفريدي يعيشون وكلام والله صراحة منمق ومليان ذوق ومليان ادب لبقى. شكرا شكرا من الاعماق وباذن الله اني قدرها بوزياده باذن الله شكرا شكرا جمهور عبد الله الفريدي كله شكرا طيب التغريده اللي بعدها عثمان الجنيبي بعدها مشاري عمر عثمان مبدع ومثلتنا خير تمثيل تسمح لي اقراها يا عثمان أكيد. عثمان مبدع هذه من الاخت عمانيه ايش عماني يوجه لها تحية لأنها الرمى. صراحة أكثر طيب. اسم متكرر يا سلام في تغريداتي واللي دائم تمدح يا سلام. واللي دائم داعم عطنا التغريدة نقراها عطنا التغريدة حتى قبل ما قرأ التغريدة عطنا التغريدة قربوا عثمان مبدع ومثلتنا خير تمثيل فالك أحد المراكز ونصيحة خل الخصومات على جنب وانتبه على رصيدك واطلع على البث وكل جمهور السلطنة معك كفو يا جمهور عمان بيض الله الله يعطيكم الف عافية
ردك يا عثمان؟ ردي أول بداية جزاهم الله خير إنهم مثبتين وجودهم. أعطونا مشارك. وهذا الشيء نراه يعني رأي العين وما خلاني أتحمس هذه الأسابيع وببذل جهد دبل دبل إلا مثل هالجمهور. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام تستاهل والله يا عثمان. طيب أعطونا التغريدة لأخونا الحبيب مشاري عمر. تستاهل أبو عمر. طيب. مشاري عمر تفضل اقراها. الست هانم مشاري عمر هل احتجت الى 60 يوم حتى تظهر شخصيتك المرحة؟ اوكي كيف؟ تقول هل احتجت 60 يوم عشان تطلع شخصيتك المرحة؟ يعني كيف؟ يعني هكذا انك انت طلعت يعني انت صاير كويس وكذا يا اكبر تحيه لمشاري عمر يعيش مشاري عمر يعيش يعيش يعيشون النوايف يعيش يعيشون يعيشون والله لا ما احتاج بس انه والله اني ما ادري ايش اقول لكن الحمد لله ان شاء الله الجاي يعني الجايات بيض الله وجهك على كل حال والله يعطيك العافيه يا رب دقيقه الحمد لله وان شاء الله الامور طيبه انت مرح وبيض الله وجهك على كل حال طيب وتستاهل كل خير يا حبيبي طيب نطالب نطالب بتغريده الفهد يا اخوي مفلح نطالب جميع بتغريده الفهد والله 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 طال عمرك والله طال عمرك والله طال عمرك هذه كنترول كل واحد له تغريده فهد 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 اذا جبنا لك تغريده اكيد بيجيب كل لا تخرب اذا بتجيب تغريده انا بتغريده اوريك الهاشتاج الحين اقرا تغريدات للليل طيب بعد البرنامج طبعا طيب اعطونا الشيء الله يا جماعه الخير الله سحب صوت من اداء من اداك ها اداك هذه من كلمات الشاعر سعد بن عويس ومن عبد الله ما عليكم زود اداء العظيم الكنج الله يسعدك المنشد العالم ما عليك زود الفارق من جميع المنشدين مفلح المسعد في الحية تعيش مفلح المسعد يعيش مش بلاي مش لح في وجهك الله يقلع بليشك شلح عيش مفلح طيب عطونا الشلة نلعب عليها ولا ما نلعب لا اللي تبغى تعلم يعني حزينة ولا لا وطنية حزينة صلاح شلة وطنية نعم يعني عرضها هذه في كلية الملك عبد العزيز الحربية كنت سجلت عمل حفل ضباط تخرج قبل الحرب تفضلوا يا جماعة خلونا نلعب بعدين نعلن الفايز ضايع اليوم ان شاء الله خرج يا زلم يا عيني يا للحماي شموخ ارفع ارفع شموخه دواوين فرض نحباها الله عما سواها مثل الحمرة اللي على الراس والقلب
الله يطول عماركم. والله العظيم يا مفلح ان عمل جعلك تسلم. انا اقول لك اياها من رايي الشخصي ان عمل يحسب لك جعلك 10 سنين قدام. هذه شهاده اعتز منها. الله يطول عمرك. عمل جبار صوتك والله يا مفلح. وانا صاحب ذلك ابو عمر الغي رايي بدايه الحلقه واقول انا مع المنشدين. صاحب ذلك الله يطول عماركم ويسلمكم. هذه يا جماعه الخير العمل هذا سجلته تقريبا قبل يمكن اقل من شهر من كلمات من هو نازل الان في قناتي في اليوتيوب والقناه مهمله فاتحين فريق الدعم وفي قناتي. الله طالب بس ابشر بس بدال يا علايه يحطون هنا يحطش بدال يا علايه شغلونا بي علايه كل عصر احنا نلعب يا علايه والله يحطون ذي والله هذه لكن هاي جعلني في يوم هاي لازم تكون رسمي والله احنا رسميين. طيب يا اخوي لا تعرف المتابع مرات يحب الفله طيب نعلن الفائز يا الربع. خلاص رحنا بنروح نتروش. طيب نعلن الفايز الحين. طيب ابي توتر ابي صوت قلوب. يلا اعطونا الفايز خلونا نوقف يا جماعه الخير. انا نقول الفريق خلنا نقدم الفريق الفايز معنا اليوم بتقييم الشيف. طيب سؤال يا جماعه الخير هل ال 600 تنتقل عثمان ومشاري مع بعض ولا بس عثمان الحاله؟ لا مع بعض. ساعدني الرجال غسل معي اللواني ويستاهل مع بعض. تمام مع بعض. أيوه. طيب هذا الكلام. عطني يدك يا حل. طيب الفريق الفائز اعطونا الفريق الفائز. ها عجيب عجيب. ها يا اسامه هذا البرلمان. طيب طيب جميل جميل. طيب صراحة كان التقييم ممتاز وكان شكل الأطباق كلها ممتازة ولكن فيه رز ني وفيه رز ناجح. حلو. اللي فاز معنا اليوم ألف مبروك اللي حصل 600 درجة فهد وعبد الله. بسألكم سؤال هل تشوفون الرز نجح؟ سؤال والله الرز هل تشوفونكم انكم الرز كان باقي الاختبار واتوقع ان شهاده طلعت هناك. طيب انتم راضين على الرز؟ راضين. احنا غرفناه بدري غرفتوه بدري اي عشان كذا هو يحسبه ما جميل جدا جميل جدا. هو انا نضج وانتم سلامات. الحين زقنا هذا الحين شرعنا فيه تشريع اموره طيبه والحمد لله. تفضل. انا بقول شيء. اول شيء الله يبيض وجه عثمان هو اللي والله قام بكل شيء. الله يبيض وجهه وجهك. الله تحسب لكم انت انت لا حبيبي لا والله يبيض وجه عثمان. طيب اللي فاز معنا يعني عثمان هذا تحسب لكم على ب 600 لا قلت تحسب لهم 600 اذا فازوا ال 600 درجه من نصيب فهد. توقع من يفوز؟ انت يا فهد عطني توقعاتك. اتوقع احنا فايزين شك. واذا ما فزنا عايدين. ايه من العايدين. من العايدين. بغى يقول نجيبها من ورا الخشوم. راح نضربهم يعني. راح نضربهم ورا الخيمة. الف مبروك. للي حصل معنا اليوم ب 600 درجة. انا ما ودي ارفع الصوت عشان ضرسي ما ينقز. 600 درجة كانت من نصيب المبدعين اللي صراحة تميزوا كلهم مميزين صراحة. حلقة جميلة. مشاري عثمان الجلابي ألف مبروك لهم يستاهلون 600 درجة من نصيبهم. ألف تريليون مبروك. رزقكم ما كان ناجح يا جماعة الخير. العفو يا حبيبي.
معوضين معوضين معوض معوض. طيب سحب بكره يا الربع، عطنا سحب بكره خلاص. اعطوهم الدرجات، اعطوهم الدرجات، فرع 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 فرع، اعطوهم الدرجات، اعطوهم الدرجات. قلت ربك انك مقدم ان ترك الدوس اللي جاينا اليوم. ايوه لا 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 لا. طيب صب المويه في اعتداء في فقرتك. انا ما راح ارد، احترام لك صراحه، احترام لفقرتك واحترام لوجودك. هم كذا كذا خسرانين، لو نقسم عليهم ايش فزت ما عارف. لكن خلص اجل عندكم تركي الدوسري. هو انا والله ما انا المنظر هذا، المنظر هذا والله مو مرضي. انا خفت على المايك والله، لا يكون اي المايك اهم شيء المايك. اني ما اعرف صراحه هذا يعني عبد الله الفريدي اسقط في حق مشاري عمر وكذلك في فقره عثمان الجنيبي. واتمنى من تركي الدوسري انه ينظر للموضوع عند هنا عبد الله الفريدي عند شب. طيب ما اعتبرها اسقاط علي سم، لو كنا بروحنا عادي، لكن احب فقرتك. شو طيب. لا 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 شفت افلحها، شفت ما اعتبرها اسقاط علي صراحه. ها فقرتك شفت عشانك بس. الامور بدات تخرج عن السيطره وانا مالي علاقه، عشان كذا انا ابغى اخلص القرعه ونختم بالفقره. طيب قرعة يوم الأربعاء يا جماعة الخير بكرة نقول أربع متسابقين وكلهم خسرانين معنا في هالأسبوع. استوب وقف. فهد بن فارع حظك زين يا فهد. اي والله استوب وقف. ما تبي مسفر بن رميدة معك. تعال 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 فهد فهد. ما تبغى بكره؟ تبي؟ والله انت بكره؟ ايه بكره ابجي. لا طيب ضد مين؟ فهد ومسفر. استوب وقف. عبد الله الفريدي. سبحان الله. ولكن ضده. يا اخي يا اخي على نياتكم ترزقون، يمكن تفوزون بكره يا اخي. بس انا عندي تعقيب معي. حطنا اثنين صعب. لا لا عثمان لا اصلا عادي، برد علينا الله يبرد علينا. خذيت حقك، خذيت حقك. وحده بوحده والبادي يظلم. برد علينا الله يبرد علينا. وحده بوحده. ابشر ابو سلطان الموضوع. لا لا ابو سلطان كنترول، عطنا المتسابق الاخير تفضل. عطنا اثنين انا عبد الله ومسفر واحد. راجع مشبب وابشر. طيب مشبب راقد. لا بعد العصر بدام. لا ماني مع استوب وقف. مسفر بعد لا عيد. لا عيد امش امش وقف. وقف امش وقف امش وقف امش وقف وقف امش وقف تفضل. طيب المتسابق الاخير خلونا بس ننتظر بحيث يشلون المتسابقين اللي طلعوا معنا بحيث ما يطيحون بالقرعه. ها احمد العوض ومين خويه؟ عبد الله الفريدي ضد فهد بن فارع ومسفر ابن رميثه. بكره يوم الاربعاء يوم الخميس راح يكون مفتوح، يوم مفتوح. طيب الله يسعدكم يا جماعة الخير. وصلنا وياكم إلى نهاية فقرتنا اليوم. شكرا لمتابعتكم. أشكر أخوي المعد أسامة القاضي والمخرج شريف ومهندس الصوت أحمد ومحمود وعبد الله. والله يسعدكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.